Sí. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، صباحكم صباحكم سعيد. نفتتح ندوة اليوم بتحية طيبة لجميع المشاركين والمشاركات، للسادة والساتذة الأفاضل، الضيوف الأعزاء، الطلبة. وإنها سعادة متجددة أن أرحب بالحضور الكريم كل باسمه وصفته، نيابة عن الأستاذ فريد باشا رئيس النيابة لجامعة محمد الخامس بالرباط وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكاد، متقدمين باسمه بخالص الشكر لكل الشركاء بشأن مبادرة إعداد تنسيق تنظيم واحتضان اشغال هذه الندوه برحاب هذه الكليه العتيده، واخص بالذكر طبعا الحال عميد كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه جامعه السيد محمد بن عبد الله الاستاذ محمد بوزدافه، رئيس شعبه القانون الخاص بنفس الكليه الاستاذ صلاح الدين معتوق، وكذا مختبر قانون خاص ورهانه التنميه بشخص الأستاذ زهير نعيم. ثم كذلك نتشرف بمساهمة مؤسسة محمد الإدريسي العالمي. ثم أرجع إلى أهل الدار، الأستاذ الزميل علان فالي رئيس شعبة القانون الخاص بشأن مبادرة تنظيم هذه الندوة العلمية التي تكتسي في موضوعها أهمية وراهنية ويتعلق الأمر بالصمت والقانون، وهي فرصة مناسبة. كذلك نرحب بالسادة الأساتذة الأفاضل من شعبة القانون الخاص، كذلك بالسيد نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية أستاذ الزويري مكلف بالشؤون البيداغوجية، والسادة الأساتذة الأفاضل كل باسمه وبصفته. اسمحوا لي في البداية أكيد أن الإطار المرجعي لهذه الندوة يرمي إلى فتح نقاش فقهي علمي رصين لملامسة الموضوع من مختلف جوانبه وأبعاده التشريعية والقضائية، من خلال الانفتاح على حقول معرفية متعددة: القانون الجنائي، القانون المدني التجاري الضريبي، قانون الصحافة والنشر، قانون إداري، قانون الشركات، قانون الاستهلاك، مدونة الأسرة، مجال الحقوق والحريات الأساسية، دون أن ننسى كذلك القانون الدستوري ومجال الممارسة الاتفاقية، سواء تعلق الأمر بالاتفاقية الدولية ثنائية أو متعددة الأطراف. أحيانا تتضمن هذه الاتفاقيات بياضات أو نقط رمادية في حاجة إلى تفسير وتوضيح يسلط الضوء على هذا الغموض أو الصمت موضوع هذه الندوة. وهذا كذلك جاءت فكرة البروتوكولات الإضافية والتقارير الأولية والدورية والاستعراضية التي لإجلاء هذا الغموض الذي يحيط بهذه المعاهدات في بعدها السياسي والدولي عبر ملائمتها مع القوانين الوطنية وهذه في بعدها الداخلي. السيدات السادة الحضور الكريم، اسمحوا لي أن أتقاسم معكم في هذه الصبيحة بعض الأفكار والتصورات لموضوع شامل ومثير حقا يمتد إلى كامل التخصصات: قانون خاص، قانون عام، علم اجتماع، علم السياسة، علم اقتصاد. متسائلين معكم: هل القانون في صمته هو مجرد التزام بوسيلة أو بذل عناية فقط؟ وحينما يتم تسليط الضوء على قضايا مشوبة بالصمت والغموض، فهل يتعدى الأمر
حين تفسيرها إلى التزام بنتيجة. صحيح أن الأمر يتعلق بمعادلة معقدة من درجة ثالثة، تحاول محاور هذه الندوة إجلاءها من قبيل الصمت التشريعي، الصمت في الفقه الإسلامي، التفسير القضائي للصمت، الصمت الحقوقي والحرياتي، حدود تداخل واجب التحفظ والسير المهني مع الصمت، ومدى صحة كون القانون الدستوري يستمد قوته على الحكم الانتمائي للقانون العام. أتساءل معكم بشعبة القانون الخاص، حيث يقول أن القانون الدستوري يستمد قوته من اختزاليته والغموض الذي يحيط به، فمدى سريان هذا الطرح على باقي فروع أخرى، القانون التجاري والجنائي وغيرها من ذلك، ونحن طبعا الحال في هذه الكلية في إطار انفتاح إطار الدبلوماسية الجامعية نشتغل على ندوات خمس عصر، يعني عربانية، قانون خاص، عام، اقتصاد، تدبير، لطرح تساؤلات مجتمعية كبيرة خاصة فيما يتعلق بالصمت والقانون، وهل المرتفق أو المخاطب بالقاعدة القانونية في حاجة إلى سياق تعاقدية جديدة بينه وبين المشرع لتدبير آثار الصمت وأحيانا الإكراهات المترتبة عنه. تلك بعض المداخل والأفكار. ارتأينا أن نتقاسم مع زملائنا الجامعيين والمشاركين من هنا ومن هناك، جامعة محمد الخامس للرباط وجامعة سيد محمد بن عبد الله بفاس، لأجل الوقوف على الارتقاء بالوعي القانوني والمجتمعي إلى مستويات أعلى. وأخيرا أجدد الترحاب بالضيوف الكرام باسمي السيد العميد والرئيس بالنيابة، موجها الشكر الجزيل لأعضاء لجنة الإعداد والتنظيم، صاحبة المبادرة شعبة القانون الخاص بالكلية في شخص الأستاذ فالي، وبالتالي الوقوف على هذا وتتمين الانفتاح على المحيط المؤسسات الحكومي وغير الحكومي وسعي للرقي إلى مسار الريادة، مع متمنياتي بالنجاح لأشغال هذا الملتقى العلمي الهام، والذي بطبيعة الحال أتمنى أن تكون ضمن مخرجات التوصية بنشر أشغاله، وستجدون في الكلية نيابة عن السيد العميد كامل الدعم لاحتضان ودعم هذا النشر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلمة مباشرة إلى الزميل الأستاذ محمد بوزدابا عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فليتفضل مشكور. شكرا لكم سيد رئيس الجلسة أستاذ فاضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين. طبعا نتشرف صباح اليوم أن نتواجد بمعية جملة من زملاء أفاضل في انتظار قدوم ووصول سيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط، وهو رئيس النيابة أيضا، زميل وصديق سي فريد باشا. سعيد جدا بأن تترأس هذه الجلسة الزميل الفاضل سيد نائب العميد المكلف بالبحث العلمي والتعلم، وسعداء أن يكون معنا أيضا سيد نائب العميد المكلف بالشؤون الإدارية. زملائي الأفاضل السيدين رئيسي شعبة القانون الخاص كل أستاذ عبد الحميد وصديقي السيد رافي المعتوق، سي مدير المعتبر أستاذ زهير النعيم، حضرات السيدات والسادة الأفاضل أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط وأساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد عبد الله بفاس، أعزائي عزيزاتي الطلبة وسيدتم صباحا. بكل صدق قبل أن أعود للموضوع، أود في البداية أن أعبر عن مدى سعادتي وصدق مشاعري بتواجد معكم ومعكم اليوم من أجل افتتاح فعاليات وأشغال هذه الندوة المتميزة التي اخترت لها عنوان الصمت والقانون. سعادتي لاعتبارات متعددة، لا يمكن أن أخفي في مقدمتها بأنني وكما أقول دائما مع الشريف سعيد دائما بالعودة لكلية الحقوق في الرباط خاصة بغداد، باعتبار أنني منتوج لهذه المؤسسة العتيقة، وبالتالي تكون السعادة لي دائما العودة للتواجد في حضن المؤسسة التي تعلمنا منها شيء كثير كطلبة قبل أن نصبح أساتذة وبعد ذلك أن نتقلب مع المسؤولية. إذا أول شيء يجعلني أكون سعيد هو هذا المعطى الأولي أنني أعود لحضن البيت اللي معه اكتسبنا مهارات
معهم فيها متميزة مكنتنا من الغوص في مجال البحث العلمي وفي مهام الأستاذ. ثانيها حضرات السيدات والسادة الكرام، لا يمكن إلا أن أكون سعيد بأن تكون هناك مبادرة مشتركة بين جامعتين عريقتين على مستوى الوطن. صحيح في مقدمتها جامعة محمد الخامس بما لها من تاريخ، وصحيح أيضا جامعة سيدنا محمد الله بما لها أيضا من قيمة بتواجدها في مدينة العلمية، صرح كبير، صرح كبير على مستوى الوطن، وأيضا ما لها من مسار وما لها من كفاءات مكنت من شأن جامعة سيدنا محمد الله في محطات عديدة على مستوى الوطني في الرياضة في ما يتعلق بجامعات الوطن. حينما تكون هذا التواجد ديالنا اليوم يكون هذا التواجد ديالنا المنطلق ديال العمل المشترك بين الجامعتين، فهذا يمكن بعد إلى أن نحيي المباراة ونزكيها ونؤكد عليها، لأنها ترفع كل الأسباب اللي كتجعل أن كل شعبة على المستوى الوطني كتشتغل بجد. فاليوم أنا كنحيي الأستاذين الفاضلين السيد الفقي وأيضا السيد صالح المرفوق، ومن خلالهما مهندس هذا اللقاء السيد مدير المصور الأستاذ زهير معي، تحية تقدير. وأنا أعي على أننا نحن جميعا بغض النظر عن الجهات المؤسساتية التي نتبعها، نحن تحت لقاء مؤسسة أستاذنا الفاضل محمد الإدريسي العالمي الشيشي، اللي كنتمناو له الصحة والسلامة وطول العمر، واللي طبعا لا يمكن ان نتردد ولا لحظه لتواجد معكم في مثل هذه اللقاءات. فاسمحوا لي سيدي النائب العالي ان اتقدم بهذه المعطيات الاولى، واؤكد على ان السعاده ديالي هي مضاعفه ايضا نظرا للتقدير والاحترام الذي يمكنه للسيد العالي وسيد رئيس النيابه الاستاذ فريد باشا. انا شخصيا كنقولها بشكل مباشر في جلسات أو ندوات أو لقاءات العمداء، نعتبره يشكل عميد العمداء بالنسبة لنا بكل ما تحمله من كلمات بمعنى، لا على المستوى العلمي ولا على المستوى التدبيري ولا على المستوى القيمي. فأرجو في انتظار أن يستلم الأستاذ الفاضل السيد رئيس النيابة والعميد أن تغلقوا بالتقدير والاحترام الذي يمكنه له، ونهنئه أيضا على التسمية ديالو كرئيس بالنيابة، ونتمنى له تنمية التألق إن شاء الله. حضرات السيدات والسادة الحضور الكرام، هي أسباب عديدة جعلتني أن أعبر عن مدى سعادتي بالتواجد في هذا الفضاء الجميل وعن المشاركة والإسهام، والتأكيد على أنني لم أتردد حينما طلب مني زميلي سيد رئيس الشعبة أن أتواجد في هذا اللقاء. لم أتردد على الرغم من أننا نعيش فترة امتحانات، فقلت لا بد أن أكون حاضر مع زملائي أولاً، وثانياً لكي تكون رسالة واضحة نود أن تكون مثل هذه اللقاءات مؤسسة. ويتم فأنا أسجل بعد التشاور مع السيد رئيس الشعبة والسيد مدير المؤتمر، لأن اللقاء المقبل سيكون إن شاء الله في مدينة فاس في موضوع من المواضيع أيضا هامة، والدعوة مفتوحة لكل زميلات وزملاء لأن تكون أيضا كلية العلوم التنموية الاقتصادية والاجتماعية تحتضن إحدى اللقاءات العلمية لتكون أيضا بشراكة بين الكليتين وبشراكة مع الشعبتين، وفي إطار دائما مؤسسة محمد الإدريسي العالمي الشيشي ومع المختبر، مختبر كلية الحقوق، مختبر القانون الخاص بهندسة التنمية. حضرات السيدات السادة الحضور الكرام، ما عساي أن أقول في هذه الكلمة الافتتاحية، هل من الضروري على العميد أن يتوقف عند الجانب المتعلق بكلمة افتتاحية غايتها الأساسية هو أن يتمنى لمجريات هذا اللقاء كل تمييز وتألق، وهو يعي بأن هذا البرنامج وقيمة السيدات والسادة الأساتذة المشاركين فيه يتأكد على أنها ستكون ناجحة بكل المقاييس. أخبروا، أعلموا، أعرفوا عن قرب قيمة السيدات والسادة الأساتذة الذين سيشاركون في هذا اللقاء في تخصصات متعددة كما قال زميلي سيدنا العامي، سواء في الجانب المتعلق بالقانون المدني أو قانون الأعمال أو الجنائي أو غير من فروع القانون. أنا على يقين أن الندوة ستكون ناجحة، ولكن يصعب علي كمستاذ وليس كعميد أن لا أشير ولو لبعض النقاط التي تهمني وتجعلني كباحث في علاقة بموضوع الصمت وعلاقتي بالقانون.
أن أتوقف عند الكلمة الافتتاحية البروتوكولية وأنهي خطابي. منذ أكثر من 20 سنة حينما كنت أتحدث عن الحق في الصمت، كان الطلبة في العديد من الأحيان ينظرون لي بعض النظرات فيها من يعتقد بأننا سوف نتمكن على المستوى الوطني أن ندرج هذا الحق في المنظومة القانونية، خاصة في المجال الجنائي. ولم يكن في مخيلة العديد أنه سيصبح حق دستوري. وحتى إن توصلنا إلى هذا الحق، كان هناك تشكيك من طرف العديد على أنه سيصعب على المستوى الوطني أن يتم التفعيل. وحينما كنت أتحدث على أننا نحن نعيش حركية على المستوى الوطني فيما يتعلق بمراجعة المنظومة القانونية، العديد كان يعتبر بأن خطابي هو يدخل في إطار المجال الطوباوي ولن يكون هناك تحقيق على الأقل في السنوات المقبلة لهذه الأشياء. فكنت أتحدث عن الحق في الصمت في المسطرة الجنائية وأعي كل فصولها وأقف على كيف يمكن أن يصبح هذا الحق رديفا لقاعدة براءة، بل معززا لقاعدة براءة ومؤكدا لها. كيف يمكن أن يصبح الحق في الصمت كمبدأ دستوري يشكل إحدى الضمانات الأساسية فيما يتعلق ب تثبيتي قواعد المحاكمة المنصفة؟ إذا اليوم حضرات السيدات والسادة الحضور الكرام، أنا على يقين على أن هذا الموضوع سوف لن يقف عند هاته الحدود. ممكن أن أقول على أن الحق الصمت في المجال الجنائي ربما قد يشكل أهم المحاور، ولكن ليس كذلك، بل هو مهم في كل فروع القانون. فقد اليوم المقاربة، أنا على يقين في الجلسة الأولى سيكون فيها الجانب الفلسفي، سيكون فيها الجانب المفاهيمي حاضر بشكل قوي، ولكن أصبحت أتساءل بعد سنوات من تكريس هذا الحق على مستوى المنظومة القانونية، أتساءل بشأن الحق في الصمت وما قال عنه العديد من الكتاب والفقهاء والباحثون. هل هو فعلا يشكل قوة اليوم؟ هل الحق في الصمت قوة؟ هل الحق في الصمت كما قيل في محطات إنسانية يشكل حكمة؟ مرحبا الأستاذ فاضل، مرحبا. أنا ما يمكنش أحد أعمدة أساتذة كلية الحقوق بفاس وصل الأستاذ رشيد المنصوري رئيس سابق لشعبة القانون العام لكليتنا، مرحبا. فقلت قيل في محطات متعددة بأن الصمت حكمة، وأعتقد على أن هذا الصمت حكمة ينبغي أن نتأمل فيها بشكل كثير. لسبب بسيط، أصبحنا نعيش واحد نوع من الإفراط في الكلام، أصبحنا نعيش تخمة من المعلومات. بمجرد ما يصبح الصباح ونفتح الهواتف تهب المعلومات من كل مكان وتصل من جميع الجهات، وبالتالي نحتاج اليوم لكي نتأمل في علاقة الصمت بالقانون، نحتاج اليوم لكي نعلم ونذكر أنفسنا أولا بأن الصمت لغة عظمى، ونعلم طارتنا بأن التفكير قبل الكلام أمر مهم. أنا لا أتوانى عن التفكير بداية الطارة، كنقول من حق الطريق أن يكون له رأي وأن يعبر عنه، ولكن فقط من الواجب عليه أن يؤسس لرأيه وأن يأخذ وقت الكافي للاطلاع على كل المرجعيات الفكرية التي علاقة بالقضايا التي تحدث عليها من أجل تكوينها. قيل عن الصمت بأنه أكثر ثراء من الكلام. قيل عن الصمت أيضا بأنه مدخل لتطوير الذات. قيل عن الصمت أيضا بأنه سيد الكلام في محطات متعددة. وطبعا نحن على يقين على ان الصمت في العديد من الاحيان هو متعب. الانسان يود ان يتحدث، من الصعب ان تطلب منه الصمت وهو يطفو بالعديد من الاشياء التي يؤمن بها وينبغي ويريد ان يتحدث عنها. قيل عن الصمت بانه بلاط. قيل عن الصمت بانه جمال. قيل عن الصمت بأنه في بعض الأحيان
ضحية للإنسان أو ضحية للأحداث. قيل عن الصمت الشيء الكثير، لكن يا سادة نحن اليوم نود أن نربط الصمت بالقانون. وما يجعلني أتساءل مع زملائي في العديد من الأحيان، المشرع يفرض الصمت وفي أحيان أخرى يفرض الكلام. حينما يطلب المشرع من العديد من الأشخاص ضرورة التصريح ببعض الأشياء، يطرح أكثر من إشكال. حينما نلزم الأشخاص بالسر المهني ونطلب منهم في آن واحد أن يصرحوا، إلى خذينا بمثال المجال البنكي، عندنا أمثلة ديال المنطقين في التصريح، التصريحات اللي خصهم يدلوا بها كل ما كان عندهم شك في علاقة بمعاملة كل ما. وبالطبع كنلقاو نفسنا اليوم في علاقة بالصمت والقانون أمام وضع صعب. هناك بعض الأبحاث التي حاولت أن تلامس هذا الموضوع لتلقى منها الصعوبة. متى تكون هناك مجالات تجعل الإنسان ملزم بالصمت، ومتى يصبح الصمت غير ملزم ويصبح الملزم هو ضرورة التصريح والوضوح. لذلك يا سادة، أنا أؤمن بأن للموضوع قيمة كبرى من قيمة المكان اللي احنا متواجدين فيه والمؤسسة اللي احنا متواجدين فيها، وقيمة السيدات والسادة الأساتذة المتواجدين والمشاركين في هذا اللقاء. فقد أنهي بالقول، أتمنى أن لا يصبح القانون ضحية بعض المبادئ، وأن نفكر جميعا أن لا يصبح القانون مطوع ويجعل من المبادئ لو برانسيب دو دروا سيلونس مانيبولي باغ لا لو. لأن القانون يسائل في العديد من الأحيان حول صمته في العديد من القضايا، وفي أحيان أخرى نطالب أن لا يتدخل القانون، وأن نناشد وأن نطالب منظومة القيم والأخلاق هي التي تتدخل. يا سادة، يبدو بأن الموضوع لا يمكن من شيء إلا أن يدعوني لكي أهنئ مجددا سي المدير المختار على هذا الاختيار المتميز، وأنا تابعت التعليقات في علاقة بهذه الندوة. أهنئكم مجددا وأهنئ السيدين رئيسي الشعبتين وكل الزميلات والزملاء المشاركين في هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا السيد العميد على هذه الكلمة الافتتاحية، والتي بطبيعة الحال شفنا أن نعطيها عنوان وهو الدبلوماسية الجامعية في بعدها الانفتاح العلمي على التصدي للموضوعات المثيرة من قبيل الصمت والقانون، موضوع عابر لكل التخصصات، قانون جنائي، تجاري، مدني، إداري، دستوري إلى غيره من فروع القانون. وهي مناسبة كذلك نرحب بحضور كريم معنا الأستاذ رشيد المزجيوي، بحال أنه كان فاعل ومنفتح على جميع الأنشطة العلمية هنا في الكلية. تحيه كذلك الأستاذ الأساتذة الأستاذ دوام عميمي القانون الإداري، السيد الكاتب العام سيد فيكيكي. وأقول لكم بأن هذا موضوع عابر لكل التخصصات كما قال السيد العميد مشكورا، دستوري، إداري، مدني، جنائي، أحوال شخصية إلى غير ذلك. إذا كي أطيل وأعطي الكلمة مباشرة إلى الزميل الأستاذ علاء الفلي رئيس شعبة القانون الخاص. في إطار بطبيعة الحال تكريم الضيوف، الأستاذ علاء الفلي يعطي الكلمة إلى زميلنا الأستاذ صلاح الدين معتوق رئيس شعبة القانون الخاص، فليتفضل مشكورا. شكرا سي رئيس الجلسة. كنت كنظن غادي نقول كلمة عن السيد رئيس شعبة القانون الخاص كلية الحقوق، لأنه عنده الشرف وشرعية تكون بين الموضوع، وبالتالي يمكن لينا نشكر في هذا الروح أنه الأخلاق، أنه كثر الضيف والأخلاق ديالي بجميع القانون الخاص بالباس، وكتسمح ليش نقدم هذا الشريف. سي الرئيس شكرا جزيلا. حضور كريم، حضور
تسمحوا لي غادي ننتقل للغه الفرنسيه باعتبار كندرس بها وهو المرحله الاولى اللي جيت بها. ولكن غتسمحوا لي قبل ما نبدا الكلمه ديالي السيد العميد فاش تكلم على الصمت اطاح واحد المرادفات او تفسيرات الى سمح لي بكل شرف واش يمكن لي غادي نصربها علينا شامله ومعبره وكنظن حملت جميع المفاهيم اللي يمكن كلمه الصمت من قوه ومن عمق ومن تحسيس سان بليزير هذا الحوار بيني وبينك جميل جدا صديقي العزيز وكم من مره حتى مع حنا كاساتذه مع الطلبه ديالنا لحظات الصمت مهمه عندها بلاغتها عندها قيمتها لذلك انا اؤكد ما قلت هو اعيد بالتاكيد على ان الصمت لغه العلماء الصمت قوه الصمت حكمه الصمت اكثر طرق من الكلام الصمت ما تخليك تطوي الصمت سيد الكلام يا سيد لك الكلمه شكرا جزيلا سيد العميد شكرا جزيلا سيد العميد شي اللي كنت باغي نسمع Mesdames et messieurs, chers collègues, chers professeurs, en vos titres et qualités honorables auditoires, monsieur le vice-doyen, bien évidemment, monsieur le président de l'audience, le vice-doyen. Monsieur le doyen de la faculté des sciences juridiques et économiques, monsieur le chef de département, monsieur le chef, pardon, du département de privé, j'ai confondu le père Bagua, monsieur le professeur de Fali, et bien sûr, mon ami et collègue, professeur Zohair Naïm, directeur du laboratoire droit privé et enjeux de développement. Je vous prie de bien vouloir applaudir monsieur représentant, ce professeur représentant le silence avec les professeur Aïe. Croyons mes sincères salutations, cher professeur, je reviendrai vers vous. Je suis très honoré de pouvoir être présent aujourd'hui, entouré de sa pléiade professeur. Je vais tout d'abord commencer par les ténors du droit, nos maîtres, ceux qui nous ont inspirés, et loin d'être une coïncidence. Un professeur auguste, grand, dont les enseignements composent l'architecture des bancs de l'université, professeur Alain Mouchichi. Je tiens également à remercier et porter une pensée assez particulière au professeur, doyen et président de l'intérim de l'université, dont le nom nous révèle son charisme et dont le prénom nous reflète son aspect unique, professeur Khalid Bachat. Je ne peux porter cette parole représentant le département de droit privé de FAS, bien sûr, dans le cadre de cette francophonie avec F minuscule, sans penser à son ancien chef de département, actuellement le doyen de la faculté de droit, bien évidemment, de FAS, professeur Mohamed Bouzlafa. Doyen de par sa génération impliquant l'ouverture. La réflexion, l'approche participative dont je suis témoin, étant donné que je collabore avec lui à plus qu'un titre et quotidiennement. Sincèrement, j'ai du mal à le mettre dans une stature propre à lui parce qu'il est quelque part dans tous les domaines, tous les secteurs, que ce soit l'administration pénitentiaire, la gestion pédagogique. Et je ne vous le cache pas,
quand j'avais proposé avec enthousiasme cette, cette occasion au professeur, il s'est exprimé avec honneur, joie et plaisir à pouvoir effectivement participer et être là, assistant ses collègues et bien évidemment revivre l'instant où il était étudiant au sein de cette grande faculté. Donc je ne peux que dire reconnaissance et respect, cher Moyen. Disons que j'ai fini un petit peu, si vous voulez, l'aspect administratif. Je vais attaquer les valeurs à travers la présence du professeur Rachid Mazguiri, ancien chef de département de droit public, ami, collègue, brave, sincère. Je suis honoré de votre présence. J'arrive maintenant aux artisans de cette manifestation. Le chef de département de droit privé à la faculté, ici à Rabat, professeur Al-Fassi. C'est un absurde tout à fait porteur de significatif. Al-Fassi, donc, puis ça vient de Fassi. Vous savez, c'est pas, c'est peut-être un lapsus, mais je dirais aussi que c'est pas la faute des choses. Il y a Fass, vous avez impliqué Fass dans la gestion, dans l'administration, dans la préparation, dans la participation, ce qui fait ça. Vous êtes quelque part un Al-Fassi de par la manifestation qui est en Fass. Et bien sûr, le directeur, notre directeur du laboratoire, professeur Zélie Naïm. Par l'œuvre de ces deux grands professeurs, ils ont brisé le silence de la distance en associant deux universités, deux facultés, deux départements et deux laboratoires. Et je vous prie de les applaudir chaleureusement. Je ne peux aller plus loin sans porter un regard de respect et d'estime envers mes collègues professeurs de droit, si présents de la ville, de Fès, de la faculté de droit, évidemment. Je ne peux pas forcément m'attarder là-dessus. Je me sens quelque part au sein de ma propre faculté, au sein de mon département. Vous savez, je vais commencer par une expression que vous connaissez tous. Certainement, vous avez l'habitude de l'entendre dans les films américains. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous diriez pourra être retenu et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Qui n'a pas entendu cette phrase dans le cadre d'une série américaine? À juste titre, l'histoire s'impose à l'évidence, nous réfère à l'avertissement Miranda, bien sûr en référence à l'affaire Miranda, laquelle, je suis certain, sera évoquée lors de l'un des exposés de nos éminents professeurs et chercheurs intervenant dans la conférence d'aujourd'hui. Le silence dans le droit. Le droit est-il le silence? Le silence est-il le droit? Le droit est-il le silence? Le silence peut-il faire le droit? Des symboliques portant une référence de symbole impliquant la symbolique de la référence du silence par rapport à la pensée du droit. C'est ainsi que je pourrais ainsi porter un regard assez philosophique à cette approche. Le silence dans le droit prend son sens le plus accompli. Il résonne dans toutes les lois. Il résonne par le bruissement, par le non-dit, et laisse ainsi un espace de réflexion, de pensée, la pensée, sans pour autant penser, sans penser, la pensée du droit au silence, ou le silence par rapport au droit. La fragilité de cette notion induit les stigmates du doute, évoquant l'indéfinition sous la forme de ces guillemets pour ainsi respecter son droit au silence et la référence de sa propriété intellectuelle s'inscrivant dans la logique du silence, silencieux soit-il,
aussi bien que le silence. Si le silence est un droit, il est alors la faculté pour l'individu de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination. Vous savez, j'allais aborder cette question sous l'aval, la caution et le respect que je dois aux professeurs spécialistes en sciences criminelles. Et je ne les conserverai pas aux professeurs de l'aval. Et bien évidemment, je peux mettre, si vous voulez, cette pensée intellectuelle et attribuer la paternité légitime de cette réflexion silencieuse dont le maître absolu est assis silencieusement en face de nous. Encore une fois, professeur Khaled-Mouchi. Qu'en est-il du silence dans le texte de loi? La véritable puissance du législateur est celle de la pensée, la réflexion. Vous savez, et tout le monde le sait, c'est la pensée qui dirige, qui réalise, qui crée. Mais pour travailler, la pensée a besoin de certaines conditions, et l'une des conditions essentielles est le silence. Vous savez, tous, on a toujours référence à ce silence pour bien produire. Voilà ce qui n'a pas encore été bien compris par la majorité. Car ce qu'ils appellent généralement pensée n'est trop souvent qu'une agitation de l'intellect. Est ainsi la formulation d'un texte, d'une loi, où s'infiltre le silence, l'absence d'un mot, d'une précision. Je ne vais pas m'arrêter si je continue dans cette perspective. Je ne sais pas pour quelle raison, pour quelle cause. Peut-être au fond de moi, je le porte, je me sens largement inspiré. Je trouve ce sujet très passionnant. Et c'est avec empressement, enthousiasme et impatience que j'attends de découvrir les exposés de nos honorables intervenants. Je suis convaincu que ce colloque, et là j'appuie, et à juste titre, je compose avec les propos joyeux de la part. Ce colloque donnera lieu à des réflexions fructueuses et faisant parler le silence malgré lui. Je voudrais à cet égard remercier pour leur présence, pour leur mobilisation, leur participation. Tous les intervenants et intervenantes qui se succéderont aujourd'hui et demain. Je souhaite enfin le plein succès à cette manifestation. Merci de votre silence. Merci pour le silence. Nous avons la parole. Merci beaucoup de l'ambiance. Merci. Un grand merci. Un grand merci à notre collègue et professeur Matok, chef du département de droit privé de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès. D'abord pour la qualité, la richesse et la pertinence de son intervention, et ce pour juger et jauger le silence et le droit. Effectivement, comme vous voyez, mesdames et messieurs, c'est une rencontre scientifique qui porte sur une thématique d'une importance capitale. Le silence et le droit au silence, le silence par et via le droit, et comment penser repenser le droit à travers le silence. Certainement, c'est un colloque qui se veut un espace d'échange entre l'université Simone Bradilaire et notre université pour échanger d'idées, de réflexions, du savoir et du savoir-faire, et ce, pour le bien de la recherche scientifique à grande échelle. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à notre ami collègue Zouhir Naïm, professeur-chercheur à l'Université Mohamed Nabila et directeur de laboratoire de droit privé et enjeu de développement. A vous la parole, cher ami collègue Zouhir Naïm. Bismillahirrahmanirrahim. Chakran, Sidi Hamid. Sidi Aziz, Sidi Mohamed Idrissi Ghanim Mashishi.
أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى الرباط ورئيس النيابة في جامعة عبد الخميس، السيد عميد كلية حقوق بفاس الذي آثر المجيء معنا وتشريفنا ومشاركتنا أشغال هذه الندوة، السيد نائب عميد السيد عبد العزيز على كرم الضيافة ورحابة الصدر، السيد نائب العميد حسن الزويري، الأخ والصديق العزيز سعد الفاري رئيس شعبة القانون الخاص بالرباط، الأخ والصديق العزيز صلاح الدين معتوق رئيس شعبة القانون الخاص بفاس، أساتذة الأفاضل الذين تتربت على يدهم أستاذي نجيب العوني الذي درس عندي من دراسة الدولية المعمقة، أستاذي العزيز سيد العراري، أساتذة زملاء الأفاضل ولا أنسى بطبيعة الحال صديق العزيز والزميل الفاضل سي رشيد المهرقيل. أود أيضا أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى جندي من جنود خيبر كاملهم الذين كاملهم أيام بيضاء على هذه الندوة والذي بذل جهدا كبيرا، سي محمد الناصري طالب دكتوراه لمدينة القصر الكبير. أود لن أخذ في الموضوع بطبيعة الحال لأنه سوف ألقي مداخلة متواضعة مباشرة بعد أن يتدخل السي محمد إدريس العالمي المشيشي، ولا أعرف لماذا هذا العقد الحظ العاثر، فقد أثر السي الأفهم إن أن يجعلني أن يجعل مداخلتي مباشرة بعد مداخلة الأستاذ. أشكر الكلية هذه القمة العتيدة وهذه الكلية المجيدة التي تخرجنا فيها ودرسنا في مدرجاتها لإشارة فقط الصديق العزيز عبد الفني كان زميلي في قناة الدراسة مولاي هذه الكلية. شكرا جزيلا، لن أخوض في الموضوع لأنني سأتدخل بعد قليل. شكرا لكم. شكرا أستاذ زهير نعيم مدير مختبر القانون الخاص ورهان التنمية لكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية فاس، وهي مناسبة لنتفضل بالشكر لكافة الأساتذة المترخين خاصة أولا نبدأ بجامعة محمد عبد الله أستاذ عمر يعقوبي، أستاذ جهاد الغراف، أستاذ هشام عليوي، أستاذ محاور حسن الليموني، أستاذ مصطفى الطالبي، ثم أعرج على السابق أساتذة شعبة القانون الخاص أستاذ العراري، أستاذ نعومي، أستاذ النية، أستاذ الهلالي، أستاذ شكري سلوى، وقبل الحال أعتذر من سيسو، وثم على رأسهم أستاذ محمد إدريسي العالمي المشيشي أستاذنا جميعاً. فبالحال وهي مناسبة لمنطقة جسور المعرفة وكذلك في جانبها القانوني مع جامعة السيد محمد بن عبد الله، وأكيد أن أستاذ فايد باشا رئيس جامعة محمد خامس بالنيابة وعميد الكلية فهو دائما اتصال معي بشأن التوصية إلى اللجنة القائمة بشأن نشر أشغال هذه الندوة، وكذلك نحن أكثر انفتاحا كلام موجه للسيد عميد انفتاحا نيابة عن السيد رئيس الجامعة لإبرام شراكات بين المؤسستين مع مستوى الشعاب أو المختبرات أو هيئة البحث أو مركز دراسة الدكتوراه، والحال لإطار هذه الدبلوماسية الجامعية التي يتمسك بها السيد عميد ورئيس الجامعة بالنيابة. إذا أعطي الكلمة مباشرة إلى الأستاذ الفاري رئيس شعبة القانون الخاص فليتفضل مشكورا. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أولا يعني لا أجد من الكلمات ما أعبر به عن سعادتي اليوم لوجود أوجه عزيزة جدا على قلبي، لا في جسم الأستاذية ولا في جسم الطلبة أيضا،
فشكرا اولا للسيد الرئيس لهذه الجلسه السيد فارس العروسي، والشكر موصول بقوه وبحراره الى عميدنا الاستاذ فريد الباشا سيد رئيس النيابه لجامعه محمد الخامس، الذي اشكره شكرا جزيلا على تهيئ كل هذه الظروف واللوجيستيك من اجل تنظيم هذه الندوه في احسن الظروف، والذي نجد فيه دائما، وهذه شهاده ما اظن ان احد في اساتذه كليه حقوق الانسان ولا في غيرها من الكليات يشك فيها قيد اول كما يقال، في تنظيم في تيسير وكل ظروف لكل المغادرات العلميه المقامه في هذه الكليه. فاشكره جزيلا واتمنى حضوره معنا بعد ساعه وساعه ونصف بعد وصوله ان شاء الله لكي يشاركنا اشغال هذه الندوه المباركه. اشكر ايضا الاستاذ الفاضل الاستاذ محمد الدرسي على المشيشي على حضوره اليوم معنا، وحضورك ابي ولا اقول استاذي ابي العزيز هو شرف لنا حقيقه وشرف لكل هذا الحضور اليوم من اساتذه ومن طلبه ومن طالبات، فهو شرف لنا وشرف لنا ان تتمنى عليكم استاذي وتتمنى عدد كبير من يجلسون في الصفوف الاماميه وليس في الصفوف الخلفيه. فاشكرك جزيلا استاذي الكريم، ومن خلالكم ايضا اشكر السيد العميد الذي شرفنا ايضا بحضوره اليوم حقيقه، السيد محمد بوزلافه، تواضعكم وعلمكم، وهذه شيء العلماء عندما التواضع لا يجتمع العلم الا مع التواضع، لا تجد عالما غير متواضع، هذه قاعده عامه، كلما وجد العلم وجد التواضع، وكلما وجد يعني غير نقيضهما وجد غيرها ايضا فيه. فلذلك شكرا جزيلا، واشكر ايضا السيد رئيس الشعب القانوني الخاص زميلي الاستاذ صلاح الدين معتوق وزميلي زهير نعيم، واشكر كل الاساتذه الحاضرين السيد نوفل السيد نايف العميد السيد حسن الزويري والسيد كازي نعم والاساتذه عرفاني زميلي عبد العزيز من ذكر اسمائهم كل باسمه، فتقديركم وحضوركم اليوم هو تشريف لهذه لنا ولهذه الندوه ايضا، وعلى راسكم استاذي الجليل استاذ عبد القادر الهراري اطال الله في عمري وفي صحتي. الموضوع كما سبق للاساتذه ان لم اطيل فيه حتى نحترم التوقيت المخصص لهذه الندوه، وانا ابن الضاري فليس لا يجب علي ان اطيل اكثر حتى وكلكم ابناء الضار حتى لا اقول كلاما اخر. الفكرة حقيقة كما قال سيد العميد كانت مشتركة بيننا وبين كليتنا، يعني معزتها في قلبي من معزة بعض من فيها، بكل أقول صريحا معزة من أعرف في هذه الكلية، يعني تجعل هذه الكلية عزيزة على قلبي وأرتاح شخصيا. ونحن قد نظمنا تحت رئاسة الأستاذ علي بن مشيشي ندوة في 2016 في موضوع أيضا عندما تحدثنا عن الزمن والقانون في 2016، وكانت مناسبة حقيقة لتبادل الرؤى بين مكوني هاتين الجامعتين على مستوى نقطة إشكالية ذات أهمية أيضا في ذلك الوقت ولا زالت. واليوم نختار موضوعا آخر لا يخرج عن هذه المواضيع الفلسفية إن صح التعبير، وهو موضوع الصمت والقانون بعد التشاور والنقاشي حول يعني عدة مواضيع مع السيد رئيس الشعبة ومع السيد مدير المختبر حول هذا الموضوع. فأطرنا أن نختار هذا الموضوع أولا لأنه كما قال السيد نائب العميد موضوع يعني الكل يمكن أن يتحدث فيه، كل فروع القانون هي حاضرة بقوة في هذه الإشكالية. نعم أنا أعرف أن العديد من الطلبة وحتى بعض الأساتذة يتساءل وما هو مضمون هذه الإشكالية حتى يجتمع فيها مفهومان متفرقان، وهو مفهوم الصمت ومفهوم القانون من ناحيه، او لا يكون القانون ناطقا حتى نضع في الوجهه المقابله مفهوما مخالفا ومناقضا وهو مفهوم الصمت. فلذلك انا اعرف ان لن اجيب عن كل الاشكاليات، حسبي في هذا المقام ان اقول شيئا فقط، وهو انه هذه الندوه هي لملامسه مختلف اوجه التقاطعات الموجوده بين هذين المفهومين، فمتى يكون الصمت ممنوعا ومتى يكون الصمت مباحا ومتى يكون الصمت مفروضا.
فهذا بشكل عام وهذا ينطبق على مختلف التخصصات التي سوف يعني نعالجها في تعالج في هذه النجوى، على الماده المدنيه وعلى الماده الاداريه وعلى الماده الضريبيه وعلى الماده الجنائيه وعلى ماده قانون الاعمال. تلاحظون في البرنامج الذي بين ايديكم على انه حاولنا ما امكن، نعم كنا بودنا كان بودنا عفوا ان يعني نضم الى هذه المواد مواد اخرى، ولكن تعرفون على انه في بعض الاحيان تكون ضروره تفرض نفسها. فأتمنى من كل قلبي النجاح لهذه الندوة، وأشكر مرة أخرى كل من ساهم من قريب وبعيد من الأطر الإدارية عندنا في الكلية ومن الأطر التقنية ونسأل الأساتذة ولا من شرفونا اليوم بحضورهم من فاس. حقيقة يعجز الكلام عن وصف ما يخرجني من فرحة ومن سرور لمجيئكم ولوجودكم مع زملائكم في هذه الكلية، وشكرا جزيلا. السلام عليكم. إذن الشكر للجميع، ولو سمحتم نطلب من أستاذنا محمد إدريس العالمي المشيشي مدير مؤسسة محمد إدريس العالمي المشيشي كشريك للكلية ولمختبر القانون الخاص وكذلك شعبة القانون الخاص بجامعة محمد عبد الله كلية القانون في سد الشمال تحت بناء مشكورا. أنا أطلب من الحضور أن يبقى في مكان مثل من الصال، أطلب فقط من الأستاذ المشيشي أن يلتحق بنا، سأترك له مكان. يتكلم الناطق الرسمي اسمحوا لي أولا أن أشكر إخواني وزملائي سواء في المؤسسة أو في الكلية بسائر أطرافها وأصنافها. من مسائل معنوية
لا أقول أكل عالية دار، وإنما متداولة قريب. أما هذا النوع من الأدوات فهو يرفع الفكر، وبالفعل وهذا أعترف به، لا يتوجه إلى العامة، وإنما يتوجه إلى الخاصة من القانونيين، لأن هذا تتطلب جهودا فكريا صعبا. بالرجوع إلى موضوع مسألة الصمت والقانون، كنت كذلك أريد أن أقول كلمة في آخر معتوقع من ثلاثة. واحد رحمه الله، كل من يعزز وكل نفس عنده نفس الطابع، نفس الخاصية، نفس الخلق. ولعل أطولهم لسانا ماشي هو على الإقتصاد، ولكن نستمع إليه في الإذاعة ونراه أحيانا في الإذاعة. ولكن كلهم أخلاق فاضلة، فاضلة وعلم وتمكن بما فيه من متوفر عمره، الذي كانت لي معه نادرة، اختلط علي الأمر أحيانا فأنسقها بالآخر. كان جلس أمامي في الشفوي، ولما تعرفت على اسمه مباشرة ترجمته للغة الفرنسية وقلت له إذا أنت هو اللي صهري ماشي لي. أنا ما في شي شوية كاملة ودهني شوية. قلت له اللي صهري فصارت كان كل ما رآني إذا وذكرني بها، وكان لي جمال، جمال هو يذكرني بها. وسيدي الصمت معنا خصنا نسكتو، هذه دواء الصمت، دواء الصمت إلا تكلمنا فيها غادي نتناقضوا، ما نبقاوش دواء الصمت غادي نوليو في دواء أخرى. ولكن على أي حال نحاولوا شي شوية نتذكروا مع السيد. اسمحوا لي شي شوية ديال الوقت ماشي كان واحد الأستاذ من الأساتذة التقليديين القدام في المدرسة الابتدائية، ولكن عالم درس النحو، سألت لهم ديال زعما شي طلب معاهم، قال لهم معنا غنتكلموا اليوم. جا واحد مسكين على ليتو زي صغار وقال انا سمعت واعطيه طشه صفا، قال له ما تحشمش دق دق باش تتكلم معايا. عاود طرح السؤال معنا عاود جاوب شي واحد بحسن الحسن ديالك مع النحو هذاك، عاود توصفه قال لهم غادي نتكلموا مع كان واخواتها. الموضوع ديال الناس حنا اليوم غنتكلموا مع الصمت. الصمت حالة يشعر بها الإنسان أو يلاحظها، ولكن يستحيل تعريفها لغويا أو اصطلاحيا نظرا لتعدد معانيها، ولا يتجاوز عرض هذا الموضوع حد السوانح. وكنت في الأول أعطيت هذا العنوان هذا سوانح الصمت، سواء حدود السوانح أو الخواطر الناجمة عن المحيط أو البيئة التي يسود فيها الصمت، لأن هذه البيئة الوعاء الذي يسم مركزه في القانون. إما كرافد أو مكون أو مفسر لبيوت القانون أو كموضوعي، وتتجلى أهميته في تفاعل وارتباط ركنيه المحيط والمضمون، ركنيه المحيط والمضمون لامتداد نطاق القانون إلى الصمت، ولأن شمولية الصمت أو عموميته أو إطباقه يمنع ولو من تصور وجود قانون. لو قلنا صمت ما محل الكلام عن القانون، الصمت صمت. فالصمت المطبق الكامل يعني غياب كل صمت، بل عدم وجوده بما في ذلك صمت القانون، بينما صمت القانون قد يدخل في الصمت المطبق لأشرنا له أو يقتصر على ما يهم القانون. لكن خلافا للظاهر يتبين أن الصمت يكون أحيانا كلاما أو تعبيرا يحقق التواصل بين الأشخاص مثل الصوت المسموع،
ويحتل مكانة بارزة في الحياة على مستويات الثقافة العامة، العلاقات الإنسانية والاجتماعية اليومية، وفي القواعد التي تسودها في المراجع الروحية والنظريات الفلسفية التي تعتبر محيطاً عاماً للصمت في القانون، مما يبرر تأمل الصمت ومحاولة تفهمه على مستوى ذلك المحيط ومقاربة معناه أو حكمه في مضمون القانون. أولاً، الصمت في محيط القانون. الإطار الفكري هو المفرز، الفكر العام هو المفرز أو المغذي للقانون والأفكار السائدة في الثقافة العامة وفي الدين. ومن المعقول طرح التساؤل عن مدلول صمته ومدى تأثيره على القانون من زوايا الثقافة العامة والفلسفة والمراجع الروحية. أولاً، الصمت في الثقافة العامة يلاحظ بداية تراء استعمال أو استحضار الصمت في الخطاب السائد في العلاقة المجتمعية من خلال اللغة والأدب والفنون الجميلة عند سائر الناس والعلوم والفلسفة عند النخبة المثقفة. في اللغة والأدب والفنون الجميلة يبرز في اللغة وفرائد الأدب والفن بمعنى مخالف لمفهومه الشائع، غياب الكلام، صمت مفهوم الشائع وغياب الكلام. يقال إن الصمت غياب الكلام، بل عدم صدور أي صوت مسموع أو أي حركة، يعني حركة كذلك كلام، صوت البكم كيف نتكلم معهم، أو إشارة مرئية بحيث لا يحدث مش أي سمع، لا أي تواصل يصبح الوضع سكونا يشبه غياب الحياة. ويطلق لفظ الصمت للتعبير عن وضعية أو حالة غير الناطق، أي من لا ينطق بكلام أو لا يصدر عنه صوت يسمع أو حركة أو إشارة تشاهد أو تلمس بالحواس، ويدل أحيانا على السكوت ويخلط به أحيانا أخرى بينما فرق، ويقصد به كذلك السكون والهدوء. ولكن السكوت هو صمت من لا يتكلم أحدا أو كلا، كاين اللي كيسكت بالزمن يبغى وكاين اللي كيسكت بالزمنه، ولا مبالاة أو لا مبالاة بما يسمعه. أما الصمت ولو بمعنى السكوت فلا تتحكم فيه إرادة الصامت ولا غايته، يتحقق بصرف النظر عنها يكون أو لا يكون، يحصل الشعور به فقط. ويتوسع اللغويون في تعريف الصمت بمعنى السكوت وتفصيل تطبيقاته إلى حد بعيد بشكل يوضح بقوة مكانته في الحياة من خلال استعمالات كثيرة في الحكم والأمثال وفرائد الأدب سواء في العربية أو في اللغات الأخرى. من ذلك قول العرب: أصم عما ساءه سميع، بمعنى قوي سم، يتصامم عما يسوءه. وفي الشعر: قل ما بدا لك من زور ومن كذب، حلمي أصم وأذني غير صماء. وقالوا في لفظ السكوت: سكت ألفا ونطق خلفا، في من يسكت كثيرا ويتكلم رديئا. والسكوت أخو أو علامة الرضا، ورب سكوت أبلغ من كلام، يدل على عداوة أو كره أو استهزاء أو احتقار أو عجز أو صمام. وقالوا الفرنسية: صمت الميت لو سيلونس دو مور، وصمت الثلج لو سيلونس دو لا نيج، وقانون الصمت لا لوا دو سيلونس يعني المافيا، ودقيقة صمت. والسكوت عن شيء بمعنى ستره أو إغفاله، والكلام بطبيعة الحال من فضة والسكوت من ذهب. ويبرز الصمت كذلك في فروع متعددة من الفنون الجميلة كالموسيقى والمسرح والسينما والرسم. يتخذ الصمت في الموسيقى شكل توقف مؤقت عن الغناء والعزف، ويكون جزءا من الجمله الموسيقيه، ما كيكونش صوت بحال اللي كنعرفو، هو جزء من الجمله الموسيقيه لا تستقيم الا به، وله علامه خاصه من علامات النطق، وقد يكون لاستراحه قصيره او لاخذ النفس. صورتكم مريض بغيت انا واحسن لك، ويتخلل احيانا مشاهد من المسرحيات، حمراء في المسرحيه ليزا، وكيبقى واحد
15 ثانية ولا 20 ثانية ديال الصمت ليعبر عن شعور أبطالها أو يوصل رسالة معينة إلى مشاهديها. وميز الصمت بداية السينما بالأفلام الصامتة، ولا يزال إلى اليوم يطبع كثيرا من إنتاجاتها لذات الغايات الوارية في المسرح. في فلسفة سبق القول أن الصمت لا يعني دائما غياب الكلام، لأنه ذاته يكون كلاما في حالات متعددة. ويجب القول أيضا وعلى العكس بأن الكلام المسموع لا يعني كذلك في أوضاع كثيرة غياب الصمت. فما يسمع ليس مجرد كلمات أو جمل. لو قدام جملة وسكت ما سمعتي والو، لأن السياق ديالها جمل منفصلة عن بعضها. وإن المسموع ماشي هو الكلمات والرنات، المسموع هو مدلولها أو رسالتها إلى من يسمعها، بحيث إذا لم تتحقق هذه الأخيرة يبقى الصمت قائما. بتعبير آخر، لا يحصل التواصل بين المتكلم ومخاطبه، ذلك لأن القدرة على الكلام ليست هي القدرة على قطع الصمت أي تحقيق السمع الحقيقي أي التواصل، ولا ترمي إليه بالضرورة، ولا تحتاج علما مهما ولا خصائص معينة غير معرفة الحروف وتكوين الجمل والنطق بها. أما الصمت فهو يعني غياب المعنى وانعدام التواصل بذلك المعنى أو التوصل به، وهو المقصود كما يعني التجاهل والترفع عن التفاهة، فهو التحديق أو التأمل، النظر العميق الطويل، القراءة المتأنية لما يكمن خلف ما يشاهد ويلاحظ، فهذا لا يسمع ولكن يجلب التفكير. فالصمت هو تجاهل الظاهر إلى ما وراء الظاهر، يحرك رصيد محتوى العمر المعرفي كله تراكمي من التجارب والعلوم المتداخلة، لكي يسكتر يكون مرابحة ديال الأفكار والخواطر اللي بغي عبرها. هو حصيلة الحكمة والإدراك الذي يمكن من اختيار واستعمال الكلام المناسب في المقام المناسب. ويفسر الصمت كذلك بالإنعزال والعزلة، ولكنه غير ذلك، لأن الرؤية والإدراك بالتأمل وغوص الحقيقة تكون في صفاء الصمت والهدوء وليس في لجة الصخر والهرج. هذا هنا يكون الكلام واللغو هو العزلة، يصبح كل ما كنهضروا يسمع شي حاجة ولا يدير صمت. هو العزلة أو العازل الفعلي، لأنه يحول دون سماع الحقيقة العميقة والواصل مع الغير ويخفيها عن صاحبه. الصمت لا يعني العزلة، لأنه لا يلغي الاتصال والتواصل، بل يصل به إلى عمق الحقيقة. أليس صمت الغزالي رحمه الله قرابة 10 سنوات كلام عميق وخطير برز في كتاباته بعد رجوعه إلى التأليف والتدريس 10 سنين وسكت؟ ما كانش سكت، كان يتكلم ولكن كان يتكلم هنا. يتجلى الصمت هنا في الإنزواء داخل الذات، إما لتأملها أو محاورتها أو لتأمل الكون الذي توجد به أو مناقشة النفس أو ذكر الله والحوار معه. ألم تكن عزلة وسكوت ديكارت الفيلسوف الفرنسي تخبى حتى هو بحال الغزالي، ولكن هو اللي غادي يخرج من المنهاج لا ميثود لا ميثود لو ديسكور لا ميثود. هذاك الصمت هو طريقته إلى الكلام. ورسو كذلك وسانت أوغسطين الراهب المسيحي المغربي الأمازيغي المغربي اللي طلع إلى قمة درجات الكنيسة، والصوفيون المسلمون، ذاك الصوفي اللي كان يمشي كازمير الزايد ويسمع راسو في شي غار ولا في جبل، هذاك سكت ما سكتش، سكت بالنسبة لنا حنا. والصوفيون المسلمون حوارا ونقاشا وتأملا بليغ الكلام ظهر بقوة في فكرهم في كل هذه الأحوال. يبقى الصمت ظاهرة من ظواهر الحياة أو طبيعة الكون والإنسان. أنا صامت ولكن أفكر، إذن أنا موجود، إذن أنا حي كما يقول ديكارت. ذلك أن لأن الإنسان إذا فقد هذه الخاصية، خاصية الكلام، صار عدما أي لا حياة ولا وجود له. ولو صدر ذلك الصمت عن مخلوق حي موجود
لكنه غائب معنويا فإنه يكون غائبا عن الحياة. ولربما كانت هذه حالة الصمت عند بودا الهندي. بودا انساكت ولكنه يدوي. يصل بصمته الى الغياب المادي. الناس مابقاوش تقريبا كيشوفوه مادي، كيشوفوه غير هلفي، الى الغياب المادي عن الوجود. بالتالي وتبعا لما سبق يكون الصمت مفهوما مجردا يستحيل تعريفه او ملامسته بمقارنه مع الكلام المتعارف عليه. من الواضح هنا ان الصمت عند الفلاسفه والصوفيين هو اصل وغايه الكلام، هو اصل الكلام وغايته، هو بدايته ونهايته. لاحظوا غير في زمن العلم ولا الفلسفه ولا ادب كنكونوا ساكتين وكندويو منطلق الكلام، ملي كندويو كنسكتو نهايه الكلام. لذلك تكون احسن فلسفه في السلوك بل وفي الحياه هي التي تجتهد في حفظ الصمت والالتزام به عوض ملء الفراغ الصوتي بالصخب والترترة الخاوية من كل معنى أو بحقائق بديهية صارخة لا فائدة من قولها أي من التصويت بها. في مقاربة عامة يمكن القول بأن الصمت هو انعدام الكلام، أو بتعبير أتم هو انعدام الصوت، أو على الأصح هو عدم سماع صوت أو كلام أو توصل أو تواصل لإنسان مع نفسه أو مع غيره، أي مع أي مخلوق في الطبيعة. بحال التي كلم الطيور، كلم الحيوان، وكلم الأشجار والأول والمرض إلى آخره، ويتكلم بعقله فقط، ينظر إلى ذلك الجمال، إلى ذلك الإبداع. كل ما في الطبيعة يصوت أو يتكلم. ألا يقول أن القرآن بأن الكل يسبح بحمد الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمونهم أو لا تسمعونهم ظنا منكم أنهم صامتوا في مجالات لا تكاد تعد، وقائع وأفعال وأفكار وعلوم ومعارف وفلسفة وموسيقى وقانون إلى آخره. في المرجعية الروحية، نقصد بالمرجعية الروحية احنا نسميه في المغرب لكن نسميه مصادر الإسلام القطعية التي لا يتم بها الإسلام، لا يتم إلا بها الإسلام من القرآن والسنة. في القرآن يحتل الصمت في الشرائع الدينية عموما مساحة واسعة تشمل اعتباره عبادة. الصمت في كثير من الحالات عبادة لها أجرها أو إثما يرتب عقابا عليه، وله في القرآن والسنة مكان متميز لتواضعه في عدة آيات وعدة أحاديث جاء فيها بذات المعنى، المعنى العام الذي ذكرناه أعلاه، صراحة أو إشارة أو بمرادف أو تلميحا أو تضمينا أو من سياق الكلام، إما للأمر به أو لمدحه أو للحث عليه أو لذمه والنهي عليه. فهو عبادة لها أجر وثواب في الصلوات والأذكار السرية والتذكر والتفكر في الكون وفي ملك الله، وهو عمل صالح مأجور في ستر عيوب الناس، أي الابتعاد عن تتبعها واكتفائها وكشفها، وخلق محمود في الامتناع عن الفضول والاشتغال بما لا يعني وباللغو والكلام الفارغ أو الفاحش. وعلى عكس هذه الحالات يصير الصمت أو السكوت سلوكا مذموما أو مكروها أو جرما محرما يعاقب عليه لما يجسد أو يتعلق بأذى أو بظلم يصيب الأشخاص بمن فيه الصامت نفسه الذي يظلم نفسه بصمته، أو الجماعات لأن الساكت أو الصامت في الجماعة يكون شريكا في الجرم. ذكر القرآن الكريم الصمت والسكوت في آية كثيرة، منها سواء دعوتموهم أم أنتم صامتون، الأعراف 193، وما سكت عن موسى الغضب، الأعراف 154، إني نذرت للرحمن صوما، والصوم هنا هو السكوت، صوما مريم 26، وهو الإمساك عن الكلام وهو مرادف للصمت، يتضح جليا في قوله كذلك لن أكلم اليوم إنسيا، هذا الصوم معناه أنني لن أكلم اليوم إنسيا. سواء تعلق الأمر بالكلام أو بالكلم يعني الجرح اللي كتشتمش واحد تهيلو الى اخره او بالكلم، قال
قال دائما القرآن الكريم آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. زكريا آل عمران 41. فهم مبلسون، فهم مبلسون أي قانطون يائسون ساكتون. لماذا؟ لعجزهم عن النجاة والإفلات من العذاب أو التعبير عن ذلك. وقوموا لله قانتين، البقرة 132، أي عابدين خاشعين في صمت وسكون. إنك لا تسمع الموتى، نحن وصلنا صوت العالم، إنك لا تسمع الموتى، النمل 80، لأن السمع خاص بالحياة المتمتعين بقوة الحواس، بينما الموتى فاقدون لتلك القوة وساكنون بل منعدمون كلية بالنسبة للإنسان الحي الذي يخاطبه. لا تسألوا عن أشياء إن تدركوا، المائدة 101، لأن صمت الرسول أو سكوته عنها ناتج عن غياب الوحي الإلهي فيها لخير يريده الله لعباده أو شر يحميه منه. والكاظمين الغيظ آل عمران 34، أي ممتنعين عن تفجير غضبهم ضد من أغاظهم وأغضبهم، الحابسين لشعورهم أو كلامهم، التائر الناقم رحمة أو حكمة أو حلما. ونادى ربه وهو مكظوم يونس القادم 48، أي مختنقا حابسا لنفسه متحمل بما أصابه من ألم وندم غير متذمر غير ناطق بكلام هذا. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، كانوا يسكتون يصمتون عن المناكر، لا يمتنعون ويسكتون عن فعل المنكر أو يقرونه ويفعلونه. وأخيرا لا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آت مرتكب. شهادة بكل معانيها بمعنى الأول شهادة الإيمان لا إله إلا الله، ما تخبيوهاش قولوا لأننا خبيتوها ربما يشكوا فيكم الناس. ثم الشهادة ضد الظلم، لا تكتموها، اللي عنده علم الحقيقة يشهد. وجاء في السنة الشريفة دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة السؤال. وفي ذلك دعوة ملحت على السكوت على غرار ما جاء في آية لا تسألوا عن شيء أيتها لكم تزركون. من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهو دعوة عامة للسكوت عن كل ما يكره سماعه. من صمت نجا، لأنه تجنب إذا أنفسه بمشاركة في كلام حرام كالنميمة والكذب والتآمر. من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه أضمن له الجنة، لأن اللسان وهو المعنى وهو المعني بما بين اللحيين، وهو أداة الكلام الذي كثيرا ما يؤذي صاحبه والغير. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإني استطعت بلسانه. في القانون نعطيك موجز جديد لأن ما شاء الله تبارك الله هو مكملة غثية وغزيرة. أول ما يتبرر إليه أن مجال القانون هو الأفعال والتصرفات الصادرة عن الشخص الإيجابية منها أي المرئية والمسموعة والمحسوسة، والسلبية الأفعال السلبية المتجدية في الامتناع عن فعل إيجابي، والكلام المسموع هذا الكلام يعقب عليه القانون أو يجرب القانون، الكلام المسموع أو المكتوب، والأفكار الباطنية لا أذكر يوقف لا لا الأفكار الباطنية ما دامت تخرج عن ذهن صاحبها فهي مجهولة، أما إذا خرجت فتدخل في فعل تصرفات إما إيجابية أو سلبية. الأفكار الباطنية إذا ما تخرج عن صاحبها في شكل أفعال أو كذا، ويختلف الصمت عن هذه الأحوال كلها ويخرج مبدئيا عن دائرة القانون. ما قلنا هالشيء مخالف للصمت إذا ثم ما عنده علاقة بالقانون، لأنه يختلف عن الأفعال والتصرفات. ذلك أن المقصود منه سكوت القانون أي المضمون أو القاعدة القانونية عما ذكر من الأفعال وغيرها، وقوله السند مجسم لذلك القانون سواء كان ورقا أو لوحا أو حجرا أو رمزا إلكترونيا عن حالة معينة منها يعني فراغ القانون. وكثيرا ما يكون كثيرا ما يكون هذا مجرد الصمت الظاهر، فالقانون هذا الحاله الاجتماعيه
في كثير من الأحيان تكون مجرد ظاهر أي حاجز يخفي الحقيقة في مضمون القانون. إذا طبقت هذه الحقيقة فعلا فراغا، لكن هناك فعل فراغ، فإنها تعني أنه لا وجود للقانون، انعدام القانون، الصدوق العدم. وإذا تبين أن الواقع وراء ذلك الصمت يحتوي على قاعدة قانونية، فإن الصمت هنا يكون ظاهرا أو حاجزا يخفي محتوى قانونيا مكتوبا أو عرفيا أو عقديا أو قضائيا أو فقهيا أو مجرد رأي لمدع أو مدعى عليه، سواء كان فرد أو جماعة أو مجتمع. في كل الأحوال يخفي قاعدة قانونية حقيقية يمكن استنباطها بقراءة متأنية تزيل ذلك الحاجز الظاهر وتوجد هذه الحقيقة المخفية وراءها. بالذات هذا النوع من الصمت كذلك نوع من كلام، لأنه إلا أنه كلام مرموز رمزه القانون بالصمت، يسمعه ويفهمه من يملك أدوات تفكيكه وقراءته وسمعه وفهمه. هو كلام له مجال أوسع بكثير ومحتوى أغنى بكثير من كلام أو صوت عادي مسموع تقليديا. بالتالي يجوز أن يدل صمت القانون على ثغرة، أي غياب قاعدة قانونية في مسألة معينة سنها المشرع عن بيانها، أو لم تتطلب نصا مكتسبا للقانون. في هذه الفرضية لا يوجد صمت، وإنما يوجد عدم كما سبقت الإشارة إليه. وحين تكون المسألة المسكوت عنها تستوجب حكما قانونيا بسبب ضرورته أو مناسبته، فإنه يتعين على المشرع أن يقطع ذلك الصمت ويعدل القانون أو يكمله أو يسنه بالتعرض لتلك المسألة. ويجوز أيضا أن يدل صمت القانون على مضمون موجود، أي على قاعدة، بحيث لا نكون أمام العدم كما في الحالة السابقة. وقد تكون هذه القاعدة الخفية عاما منصوصا عليها في مكان آخر من ذات القانون أو في قانون آخر، وحتى في اجتهاد القضاء أو المبادئ العامة للقانون. وإذا ثبت غياب القاعدة عن كل هذه المصادر يكون صمت القانون كذلك هنا يعني انعدام القانون، وتصبح القاعدة العامة انعدام القانون المبدئي، تصبح القاعدة العامة هي الرجوع إلى الأصل، أي الحرية أو الإباحة. الحرية والإباحة كذلك قانون، ولكن ما ينتشي في كتاب شيء في نص، طبقا لمقولة كل ما لا يمنعه القانون مباح، لأن الأصل في العلاقات الاجتماعية والصلاحيات الشخصية والحرية. ويظهر هذا التوجه في كل من القانون المدني والاجتماعي والتجاري والإداري إلى آخره إلى آخره، حيث يحيل الصمت على الرجوع إلى أصل حرية المعاملات والتصرفات. في القانون الجنائي يعني صمت القانون انعدام الجريمة والعقاب وفقا للمبدأ الشرعية، وفي المسطرة الجنائية يسمح بالرجوع إلى المسطرة المدنية باعتبارها الشريعة العامة إلى آخره. ويجب الانتباه إلى أن صمت القانون لا يتجلى دائما في عدم التعبير الصريح عن انعدام القاعدة القانونية، لأنه يتخذ صورا أخرى غير الفراغ أو الثغرات، ويبرز في الصيغ سكوت من جهة واضح، ولكن من جهة أخرى كاين كلام، الصيغ المبهمة والغامضة التي تستوعب عدة تأويلات مختلفة تصل أحيانا إلى التعارض والتناقض. معناها صمت، معناها سكوت، قلنا شيئين ما خليناش عايمين. كما يتجلى مرات أخرى في عبارات فضفاضة واسعة تهدد بتوسيع نطاق القانون إلى ما يدخل فيه بشكل يخرق المبادئ الشرعية ويخرق البلبلة في الفهم والتطبيق. لا شك أن حالات الصمت في القانون هاته مزعجة للقضاء والمتقاضي لتعدد سياقاتها وخطورة تأويلاتها، خاصة هذا المتعارف عليه أن القانون يتعامل مع الأفعال التي ينص عليها وهي أوضاع تنادي في عالم الحركة، وعند سكوته الظاهر يتحتم محتوى عن هذه القاعدة المستورة والمقدرة عن الضمير المقدر أو الضمة المقدرة
المقدرة بقرائن من القانون ذاته موضحة ومجلية بما يجوز إليه، ويتجلى البحث المعني بالمجهود الفكري الذي يمارسه المهتم بالقانون، واطرح ذات المسألة والصعوبة كذلك أمام صمت المتقاضين. كيفاش غير القانون اللي كيسكت أو القاضي؟ حتى المتعاقدين، المتقاضين، يعني المتعاقدين بصفة عامة، الذي يعتبر القانون فعلا مباحا لهم تراضوا عليه. سكتوا، العقد ديالهم سكتوا، ضامنين. هذا تراضوا عليه وأخرجوه عما نطقوا به وصلحوا به. وقد يعتبر القانون هذا الصمت تصرفا سلبيا يرتب عليه نتائج أو جزاء، سواء في المادة الجنائية حيث يحرم الامتناع عن سلوك معين كإغاثة شخص فيه خطر وعدم التبريع عن بعض الجرائم، أو في المواد غير الجنائية كالسكوت عن بعض شروط العقد الذي إما يرتب المطلق أو يرتب التعويض أو يرتب ضرورة تصحيح العقد. هذه نحكي أنه ما فيه إشكال. وكما سبق القول يفرز الصمت في نص القانون غموضا أو إبهاما أو فراغ يفتح المجال لتساؤلات وتأويلات مختلفة تؤدي تطبيقها إلى ارتباك متباين في فهمها وفي الأحكام الصادرة بمقتضاه والإخلال بمبادئ الدستورية المساواة والمتقاضين الشرعية، ويفرض إخضاعه لعملية تفكيك في دلالة الخبرية وتجنب لمخاطر التأويل الفكري المشار إليها. يقدم القانون نفسه أحيانا تفسيرا لصمته، يعبر عشنو نقصد بالصمت، تفسيرا لصمته بتحديد معناه أو نطاقه بالقاعدة التي يخفيها فيفسره كموافقة على طرف شخص طلب من شخص آخر شيء أو من إدارة أو سلطة وسكتت تلك السلطة. إذن هذه موافقة، حالي كانوا يقول زمان الزواج سكوت البكر، سكوت البكر علامة على الرضا. وتجنب لمخاطر التأويل في كل مشار إليه يقدم إلى آخرين فيوسف. طيب، من زاوية أخرى عندما يفرض القانون الصمت سكوت سواء في التصرفات التعاقدية أو المعاملات والعلاقات الاجتماعية بصفة عامة فإنه يثير تساؤلات عن معناه وعن غاية المشاريع من حكم فرضيه وعلى بعض الأشياء السياسة. حقيقة ويمكن لكم تكلموا في الصمت في جميع فروع المعرفة بفرض على بعض الأشخاص وبعض الحالات. هل سبب ذلك هو اقتران الصمت بفوائد معينة تبرر الفرضات؟ وبالفعل يكمن هذا مثلا في ما يقصد باحترام السر المهني، يمشي عند الطبيب وعلي بلداتي وعارف شنو فيها والقانون كيفرض عليه الصمت باش مصلحة فيها انا او باش تفضح الناس او سير الصنعة تجارة فلوس أو سير المداولات أو التحفظ عن كلام عن المؤسسات التي كان الشخص بها مسؤولا. ونجد ذات الفائدة حين يفرض القانون على العكس من ذلك كسر الصمت دوي كسر الصمت والإفصاء عن المسجون بسبب آثار مضرة ناجمة عن ذلك الصمت، وفي حالات متعددة مثل الإجبار على التبليغ عن بعض الجرائم المجرمين أو إظهار محصول جريمة أو إظهار حسن النية أو الالتزام بشفافية بعض المعاملات أو بالنصح والإرشاد خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع المستهلكين الآخرين. على صعيد فكري أعلى من كل هذا يجوز القول بأن القانون يريد باعتماد الصمت تحقيق مزايا ويريد بمنعه تجنب أو تجنب مخاطر وأضرار مخيلة بحقوق الأفراد والمجتمع. وبعبارة أوسع يكون للصمت تأثير واضح على وجود القانون هذا التصوير فعل المشاريع وعلى نشأته أو اختفائه، ويخلق سندا للحقوق والتزامات الأفراد والجماعات مساندة لإثارة المسؤولية. في نهاية المطاف قلت لكم بأن الصمت هو بداية الكلام ونهاية الكلام، وقد وصلت إلى نهاية كلامي لذا سوف أسكت شهادات عن كلامي المباح. السلام عليكم. شكرا جزيلا أستاذ الفاضل القدير أستاذ زعيم المشيشي على هذه المداخلة الرائعة التي أعطتنا من خلالها أن تكون توطئة مقدمة لأشغال هذه الندوة التي نتمنى لها التوفيق إن شاء الله تعالى.
أعطي الكلمة الآن السيد رئيس الجلسة الموالية السيد صلاح الدين معتوق لدي تدخين الجلسة الثانية. اللهم إلا إذا كان هناك من سؤال موجه للأستاذ الفاضل بخصوص مداخلته و الصمت معنا صمت معنا هنا أنه لا قاعدة وراء الحاجز. إذا نمر إلى جلسة الموالية المخصصة لطبعا مفهوم الصمت القانون وأترك المنصة لأستاذ فاضل صلاح الدين معتوق. بسم الله الرحمن الرحيم.
النقاش حول مفهوم الصمت في القانون، وهي إشارة السيرة للجلسة. مرة أخرى تحية الحضور فيها طبعا السيد عميد، السيد بشيشين، السيد عرعلي، الزملاء، حضور كريم. حضور كريم. طبعاً هذه الجلسة فيها مدخلات أكيد قيمة. غنبدأ مع أستاذ زهير نعيم. أستاذ زهير نعيم باحث ومدير مسابقة القانون الخاص بها التنمية بكلية الحقوق. مدخلة الأستاذ كريم حول الصمت في التشريع، لا الهندسة والتشريع، الهندسة التشريعية للصمت. أستاذ زهير نعيم مدير مختبر القانون الخاص بالإدارة التنمية للحقوق بفاس لكم كيف تصرف خارج. الشهير المرحوم نزار قباني يقول: فإذا وقفت أمام حسنك صامتا فالصمت في حرم الجمال جمال، كلماتنا في الحب تقتل حبنا إن الحروف تموت حين تقال. الصمت يشكل البعد الثابت في اللغة والجانب الحي في كل ما لم يتم التعبير عنه، فهو كل من يقول ما لم يقال وما لم يكتب، لأن الصمت في القانون يقصد به الغالب الأعم ما لم يكتب. واحد من رد عن الكتاب بطبيعة الحال، الصمت صار منتوجا طبيعيا للوثيرة المتسارعة للحياة القانونية، فالمحامي أمام كثرة القضايا، الإدارة أمام كثرة الملفات، متلقي عروض شراء أتحدث عن التاجري والمهني أمام غزالة العروض، فهو يلوذ أحيانا بالصمت تغافلا أو نسيانا أو عفوا. أشار إلى ذلك أستاذي الفاضل سيدي محمد ريس العالمي المشيشي أن الصمت كما الموسيقى يشكل جزءا من وتيرة أو من إيقاع القانون، لأن المواجهة أحيانا سواء كانت مكتوبة أو شفهية تقوم على تناوب الصمت والكلام أيضا، فالشخص كما يجيد الكلام عليه أن يجيد الصمت. يقول كاربوني في مقال شهير حول الصمت والمشد، نقلت هذه المقولة بوساطة بطبيعة الحال لأنني لم أستطع الحصول على المقال، أن الفراغ وحده يصلح أن يكون مرجعا للصمت، لأن التشكيلة اللغوية التي يمكن أن تشكل مرجعا للكلام غير متواجدة في حالة الصمت. في القانون يتخذ الصمت مجلين أو مظهرين اثنين، صمت التشريع أو الصمت في التشريع. بمعنى صمت التشريع أن المشرع يصوم عن الكلام بخصوص واجهة من واجهات الحقيقة القانونية الواقعية، وصمت في التشريع هو الصمت خارج عن مسألة التشريع لكنه متلقى من التشريع أو منظم من التشريع. هذا التنظيم يتخذ شكلين اثنين، أولاً أن التشريع يتلقى الصمت فيفسره ويستخرج منه المعنى والدلالة، أو أنه يعمل حينما يشكل الصمت سلوكا بأبعاد قانونية ظاهرة، فإن القانون هنا يتدخل بقوة يعمل إلى منعه أو طرده أو إباحته. أحيانا المشرع قد
يصير التشريع حكماً موضوعاً للإصابة، لأن المشرع حينما يتدخل هذا إذا تدخل هو لا يقول كل شيء، وبالتالي يظل هناك مجال فارغ يستطيع الإصابة ويفتح المجال أمام التسيير بطبيعة الحال. مداخلة متواضعة تتمحور حول ثلاثة عناصر: طبقة شرع الإصابة، وتنظيم شرع الإصابة، والصمت في التشريع. أحياناً يسعى المشرع إلى اقتناص الصمت كحالة طبيعية أو كظاهرة واقعية، فيعمل على استخراج ما يمكن أن يستخرج منه من المعاني والدلالات، لأن المشرع يكره عدم الحركة، لأن الحركة هي ما يتغذى عليه التشريع بطبيعة الحال. المشرع جعل الصمت أحياناً مفتاحاً لتحريك مجموعة من القواعد القانونية، فيكون الصمت هنا مبينا، لأن مجرد الصمت يشكل واقعة قانونية مرتبة لآثار أو محركة لنصوص قانونية معلومة. أحياناً يكون الصمت محاطاً بظروف محددة، فيكون بليغاً من حيث أنه يعبر من خلال الظروف التي يتوقع فيها عن المقصود به. السيدة مريم قد أشار إلى ذلك أستاذي سيد محمد السلام المشيشي، قالت: إني نظرت للرحمن صنواً، لكنها استعاضت عن الصوم بالإشارة إلى سيدنا عيسى، فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني إلى آخر الآية. فهي استعاضت بالموقف وبالإشارة إلى صبي في المهد عن كلامها، اعتقادا منها أن الصمت أبلغ هنا صمت بليغ، في حين أن الصمت في الحالة الأولى هو صمت مبين. وقد يكون الصمت فصيحا حينما يفضل الأطراف المتعاقدون أو الطرفان المتعاقدان الإحالة بصمتهما على قواعد قانونية، قواعد أن يربك للميلاد درسنا ذلك في السنة الأولى، حينما يعتبران صمتهما أو يعتبر المشرع صمتهما إحالة على قواعد قانونية واضحة. فالصمت هنا فصيح، يقول سيدنا موسى، ينقل ذلك القرآن الكريم وهو كريم الله سيدنا موسى: وأخي هارون هو أصح مني لسانا فأرسله معي ردءا إني أخاف أن يصدقني أفضل إني أخاف أن يكذبه. فهو التمس الفصاحة في أخيه وهو من كلم ربه بطريقة الحال. سوف أحاول أن أتحرى اختصارا ما استطعت بطريقة الحال للسيد الرئيس أن يقلني متى تجاوزت الحد المسموح به، لأن الاختصار أفاته بطبيعة الحال وأنا لا أستطيع أن أختصر، فأتكلم وتوقفني حينما يحب. الصمت شرط لتطبيق قاعدة معينة في المادة الإدارية. المشرع المغربي يعتبر صمت الإدارة خلال مدة معينة من تلقي طلب أو شكاية أو استفسار يعتبره رفضاً، لا سيما في المادة الضريبية التي أحيط بها بكل تواضع. في القانون الفرنسي تعديل 2013 لمادة 21 من قانون 2000 اعتبر سقوط الإدارة موافقة بعد اختلاف. هنا نجد أن المشرع يربط بالصمت دلالة ومعنى. الدلالة وحيدة قانونية، صمت الإدارة يساوي القانون. يبقى أن نشكل لهذا القرار جسدا أو معنى، فهو إما قبول في القانون الفرنسي أو رفض في القانون المغربي بطبيعة الحال. لماذا المشرع يربط لا يمنع الصمت هنا ويربط بالصمت في المقابل نتائج قانونية ملموسة موافقة أو رفض؟ لأنه يسعى إلى إيجاد فعالية قصوى للعلاقات القانونية. فالإدارة إذا اعتبر سكوتها رفضا فتح ذلك مجال الطعن أمام المرتفق، وإذا اعتبر قبولا فذلك ما يرنو إليه المرتفق بطبيعة الحال. بالمقابل المشرع المغربي لا يعتبر صمت الإدارة موافقة، لأن في كثير من القرارات التي تتخذها الإدارة تكون المصلحة العامة في الحق. فتغافل الإدارة أو تقاعس الإدارة إذا حمل على محمل القانون قد يشكل بعض المخاطر. بالمقابل في القانون الخاص حينما نحمل سكوت المتعاقد على محمل الموافقة، فالمشرع هنا يساعد في إنعاش أو في ضمان الرواج القانوني للعلاقة، لأننا نعرف أن العقد
هو تغطية لعلاقة اقتصادية سابقة. يشجع الأمان الحركي على حساب الأمان الثابت. يشجع من يريد أن يبادر على حساب المتروي الحذر الفقري المتقاعد. الصمت الموصوف أو الصمت البليغ. تحدث الفقه الفرنسي عن الصمت المحاط بالظروف وسيلونس سيركونستانسي أي الذي يتموقع في سياق معين أو في ظروف معينة. تحدث عنه أيضا المشارع المغربي في المواد 25 و38 من قانون التزامات العقود. وأشارت إليه محكمة النقد في قانون المبدئي صدر في 24/2005 من فيه ترجمة حرة أنه إذا كان الصمت في حد ذاته لا ينفذ القبول فإن الأمر يكون غير ذلك حينما تسمح الظروف لإعطاء الصمت دلالة القبول أو الموافقة. نفس القرار صدر عن نفس المحكمة في يونيو 2009. القانون الفرنسي يتحدث عن ظروف ثلاث: وجود معاملات سابقة، عادات الحرفة، أو حينما يكون الإيجاب في مصلحة حصرية لمن سبق الإيجاب. في هذه الحالات يعتبر الصمت قبولا أو قبولا. مادة 25 من قانون التزامات العقود: شروع الطرف الآخر أو وجود في الطبع ووجود معاملات سابقة بين الطرفين بطبيعة الحال. محكمة النقد الفرنسية بقرارها تجاوزت الحالة الثالثة الواردة في قانون المدني الفرنسي ووضعت إطارا عاما للسكوت المظروف على هذه الكلمة أو السكوت المحاط بظروف معينة أو السكوت السياق المندرج في إطار معين. أحيانا الصمت الفصيح وهو الصمت الذي يريد فيه الصامت غيره في الكلام نيابة عنه. فالمشرع في القواعد القانونية الآن المكملة عفوا يضع التصور النموذجي الذي من المفترض أن يحكم علاقة قانونية معينة. والأطراف حينما يصمتون فإنهم يفترضون أن حكمة المشرع وأن تصور النموذجي للمشرع المضمن في القاعدة القانونية هو بطبيعة الحال الرواسب التحملات التعاقدية السابقة. يعتقدون أن توكيلهم للمشرع في الكلام قد يحقق مصلحة أحسن، وقد يكون ذلك تغافلا أو نسيانا من جانبه، فيتدخل المشرع ويفترض أنهم وكلوه أو منحوه وكالة لخمار هذه العلاقة القانونية. لكن المشرع نفسه قد يكون ضحية لهذا الصمت الفصيح بطبيعة الحال، لأن نعرف عملية تفريع النصوص القانونية صدور فروع قانونية في حركة غير منتهية من التفريع شعاراً ونصوص خاصة. أحيانا المشرع يتدخل بنص خاص لتنظيم خطأ معين أو علاقات قانونية معينة، لكنه يتغافل مسألة معينة من هذا العقد الخاص، فتغافله أو صمته يحمل على محمل الرجوع إلى القواعد العامة أو إلى الشرعة العامة. هو كمان أحكام الصمت الشرعية. الصمت كما أشار إلى ذلك الأساتذة المتدخلون أشار إلى ذلك الأستاذ سيدي محمد المسلمة إما مفروض أو مباح أو ممنوع. لن أتحدث عن الصمت المباح من الجنائي حق المتهم في عدم إدانة نفسه حقه في أن يلتزم الصمت في مختلف مراحل إصرار أنت لأنني لست متخصصا في المادة الجنائية، وهناك مدخلات في الموضوع سوف تغني الحضور الكريم عن كلامي. كذلك الصمت المفروض في قانون الاستهلاك الحق في المعلومات في قانون الشركات المعلومات التي يجب أن تبث إلى المساهمين. سوف أتحدث عن جانب مغفل في الصمت المفروض، وهو جزاء ربما الكثير لم يعيره الاهتمام الذي يستحقه. جزاء يعتبر كأن لم يكن أو يعتبر غير مكتوب. هذه الفكرة عنت لي من خلال طيلة على المادة 32/25 مايو 1955 المنسوخ أو الملغى. ورد في هذه المادة إن إفلاس المبتل أو تصفية حساب أعماله التجاري عن طريق العدالة لا تؤدي حتما إلى فسخ عقدة كراء أملاك مخصصة للاستغلال الصناعي أو التجاري أو المهني، وكل شرط مخالف يعتبر غير مسطر في نص العقدة غير موجود. وهذه الممارسة أو الشرط المعتبر كأن لم يكن موجود كما يعرف ذلك وكما درسنا ذلك أستاذ الفارس محمد سلامي الأشيشي في نصوص قانون الشركات. دعوى الشركة بخصوص أي مقتضى نظامي مخالف للقاعدة أبرر يترتب عليها بطلان الشركة فهي تعتبر كأن لم يكن. هذا صمت المفروض، لأن المشرع حينما
يمنع الصفر ولا يستطيع أن يضمن توافق السلوك الإنساني مع النمط المعياري المضمن في القاعدة القانونية، لكنه هنا يبني الصمت على سكوتهم، عفوا يبني الصمت على الكلام فيعتبر كأن لم يكن. باحثة متخصصة في المجال كتبت عفوا أطروحة في موضوع الشرط المعتبر كأن لم يكن، قالت بأن هذا الشرط دائما يهدف إلى تحصيل الذوات الصرفي التعامل التعاقدي، كلما أراد طرف معين في عقد أن يجرد العقد من غايته أو من التزام جوهري فيه إلا وتدخل المشرع لا يتدخل بجزاء الإطلاق بل يتدخل بالشرط المعتبر كأن لم يكن. الفرق أن الشرط المعتبر كأن لم يكن لا يخضع للتعقيد. قررت عديدة صدرت من محكمة الاقتضاء بخلاف الإطلاق الذي يخضع للتقدم قصير المدة غالبا في المادة التجارية. أن القاضي لا ينطق ببطلان الشرط لأنه باطل بنص القانون، بل يتأكد فقط من خلو العقد أو من تطبيق العقد وهو خال من هذا الشرط، أن العقد قد تطبق دون مراعاة هذا الشرط المعتبر كان لم يكن بطبيعة الحال. الآن سوف أتحدث عن التشريع وكيف يصير التشريع ضحية الصمت، لأن التشريع هو دائما سيد يتوسل بالصمت لتحقيق غايات معينة لتحقيق أهداف محددة، لكنه هو نفسه قد يكون أسير الصمت وقد يخضع لمنطق الصمت. نعم قد يستخدم المشرع الصمت ضمن سياسة معيارية من سياسة تشريعية مقصودة، يكون هذا الصمت بالنسبة للمشرع كراحة أو يكون هذا الصمت بالنسبة للمشرع كخيار مقصود. هذا الصمت يتجلى في جانبين، الجانب الأول هو صدور قانون جديد، لأن مثلا 74 قانون التزامات العقود تحدثت عن إلغاء القانون، فقالت إن القانون يلغى بقانون لاحق إذا نص القانون صراحة على الإلغاء، أو إذا كان القانون الجديد متعارضا مع القانون القديم، أو إذا نظم القانون الجديد كامل الموضوع القديم. فمصداقية المشرع وعقلانية المشرع وترفع المشرع عن تنظيم نفس العلاقة القانونية بنصوص قانونية متعارضة ومتضاربة، فرض على المشرع أن يبني على الصمت إلغاء للقانون القديم، وهنا عقلانية المشرع هي التي تتحكم في قراره، بمعنى أن الصمت هنا ضمني، والضمني هو كل ما لم يقال لكنه يستخلص بناء على تعليل وبناء على قياس معين. فتناقض تشريعين مع صمت المشرع مع كف المشرع عن اتخاذ موقف حيال القانون القديم يفسر على أنه إلغاء للقانون القديم، العلة ما هي عقلانية المشرع والأمن القانوني الذي من المفترض أن ينظم العلاقة القانونية. الآن نتحدث عن تفسير الصمت أو عن تفسير الصمت وكيف إن الصمت يصير محركا لعملية التفسير، تفسير القضائي والتفسير التشريعي والتفسير الفقهي. نعلم أن التفسير التشريعي هو الملزم في القانون المغربي من الدراسة اللاتينية الرومانية، وأن التفسير القضائي غير ملزم حتى للقاضي الذي أصدره في مرحلة سابقة، فليس للتشريع قيمة في القانون المغربي إلا بمقدار ما يصدر عن الجهة التي يوكلها المشرع وبفضل لها صلاحية التفسير، بمعنى أن التفسير في المغرب لا يقاس بوزن الحقيقة التفسيرية العلمية الصادرة للمشرع بقدر ما يقاس بقيمة المفسر. تقول العرب لا يعرف الحق بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق وإنما يعرف الحق بالرجال. إذن فالتفسير هنا سببه صمت المشرع، لأن النقص لأن المشرع حينما يتدخل فهو لا يقول كل شيء، تبقى هناك مناطق ضل مناطق ضلال تفتح المجال أمام التفسير بطبيعة الحال. والتفسير أيضا قد يسبق صدور النص القانوني، لأن المشرع قبل أن يتدخل إلى القواعد القانونية العامة فهو يعمل على تفسير الواقع وعلى فهم الواقع قبل. كذلك نجد أن جميع النصوص القانونية المطبقة من قبل القضاء تخضع للتفسير
وإلا لما عرفنا أن كيف أن النص غامض واضح. إخضاع النص لعملية التفسير هو الذي يتيح لنا تكييف هذا النص، هل هو كامل هل هو ناقص. سيد رئيس شكرا، شكرا لحضورك. شكرا أستاذ زهير على المداخلة القيمة، وخاصة احترامك للأساتذة ديالك واحترامك للوقت في ندوة. ما غاديش نطيل انه باش منا تشاهد الحضور الكريم، لان كاين واحد جا عندنا واحد تاخر. غنمشي مباشره للاستاذ موحى. السلام عليكم. في البدايه شكرا السيد بداية شكرا السيد رئيس الجلسة المحترم. أود أن أتقدم في بداية الشكر الجزيل إلى السيد رئيس جامعة الخامس دار الباك المحترم، وكذلك إلى عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس دار الباك المحترم. كما تقدم بالشكر الجزيل للسيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس المحترم. شكري موصول كذلك إلى السيد رئيس شعبة القانون الخاص بهذه الكلية العتيدة. شكري كذلك إلى السيد رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بفاس. شكري إلى السيد مدير مختبر مدير مختبرين اللذين كان لهما دور فاعل في تنظيم هذه الندوة، وأشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في تنظيم هذه الندوة المهمة، وفي مقدمتهم الأستاذ الفاضل العلامة سيدي محمد العالمي المشيشي رئيس مؤسسة محمد العالمي المشيشي. و لا يمكن أن أخفي عنكم ما ينتابني من خوف ومهابة في هذا المكان بطبيعة الحال في هذه الكلية العتيدة، ولوجود أمام أساتذة أجداء عرفناهم ونحن طلبة، ونحن دائما لا يمكن أن نكون إلا طلبة أمامهم. ولذلك فإنني أعتذر منذ البداية عن كل ما يمكن أن يلاحظ عني من ارتباك في تقديم هذه المداخلة بطبيعة الحال، لأنني أرى أن هذا المقام زافر بالقامة العلمية الكبيرة التي نعرفها في المجال القانوني. مداخلتي تنصب حول الصمت التشريعي ودوره في تطور الفكر القانوني. وجميع يعرف طبعا أننا أمام مفهومين معقدين ومركبين، ويثير كثيرا من النقاشات في لدى رجال الفقه والقانون، وهما الصمت والقانون. وإذا جمعنا بينهما أصبحت المهمة أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة. ولذلك فإنني سوف أتناول هذا الموضوع من زاوية من الزوايا التي يمكن أن نتفاعل بها مع الموضوع، وأقول بأنه لم يعد خفيا أن كثيرا من رجال القانون أصبحوا منتعضين من كثرة النصوص القانونية، بل إن وتيرة تدخل المشرع أصبحت تتجاوز في عدد من الحالات وتيرة اشتغال رجال القانون، بل إن المشرع لم يتوانى في كثير من الحالات عن اقتحام قلاع رجال القانون، وأصبح يأخذ المبادرة لتقديم التعاريف وتحديد الأنواع وحسم كثير من النقاشات بين الفقهاء بتبني موقف معين. إذن إزاء هذا الفضول المكثف للمشرع أو هذا الكلام الكثير للمشرع، يمكن أن نطرح السؤال التالي: هل يمكن أن نستغيث بالصمت من كثرة القانون أو من كثرة التشريع تحديدا؟ أقول إن المشرع بطبيعة الحال
يسعى دائما الى ان يظهر بمظهر المتحكم قانونا في الحياه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والدينيه. ولذلك فان الصمت لا يناسبه، فهو يعمل دائما على ان يوفر تغطيه قانونيه ملائمه ولكن في نفس الوقت حديثه وشامله ومندمجه تدل على يقظته ونبهته، وكذلك تنم عن إلبانه بحاجة المجتمع بمختلف تلاوينها. إن المشرع يرفض دائما أن يتجاوزه الواقع، لذلك فهو يعمل دائما على تأطير هذا الواقع وفق رؤيته وتقديره للأمور، أي أنه عن طريق النصوص القانونية فالمشرع يخلق مجتمعه المثالي في زمان معين وفي مكان معين، ولكنه يدرك في نفس الوقت أن ليس بمقدورها أن يتحرك بنفس السرعة التي تتحرك بها وتتناسل بها الأحداث والوقائع في المجتمع. لذلك فإن لكل مشرع مصادره الأصلية أي التشريع ومصادره القانونية أو التكميلية أو الاحتياطية بهدف توفير تغطية قانونية شاملة لكل المجالات من جهة، وكذلك مراعاة منه لظروف الحال والاختلافات المجالية والثقافية التي تفرض عليها أن يكون مرناً إلى حد ما من جهة أخرى. إذن إذا أراد الحضور القوي والمكثف للمشرع في كل مجال الحياة، يمكن أن نقول أننا ننتقل من المشرع الأساسي الذي بدأ بالتشريع في مرحلة معينة، ثم إن هذا التشريع أصبح متراكما، وهذا التراكم الآن أصبح متضخما، وكثير من في عدد من المجالات يشتكي رجال القانون من التضخم في القانون. والهدف ليس أن يكون القانون موجودا فقط، وإنما أن يكون هذا القانون معروفا ومفهوما. ومن المعلوم أن الكثرة تذهب المعنى كما يقال، أن الكثرة تذهب أو تتلف أو تضيع المعنى. إذن فكيف يمكن لرجال القانون أن يكون لهم دور إزاء هذا التضخم التشريعي وإزاء هذه وإزاء كثرة النصوص التشريعية هذه، وأن يثبت جدارتهم بالبقاء كذلك إلى جانب المشرع كواسطة للقانون ما بين المشرع وما بين المجتمع. إذا أقول إن دور الفقه الذي يعتبر مجسدا لفكر القانوني يبقى قائما رغم هذا الحضور المكثف للمشرع في كل المجالات بدون استثناء. ويمكن أن يتبلور دور الفكر القانوني إزاء القاعدة القانونية وإزاء هذا التضخم التشريعي من خلال عدة مسائل يمكن أن نوصلها بعضها في النقاط التالية. إن الفقه أو الفكر القانوني هو الذي يقوم أو يعطي التوليف بين القاعدة القانونية والواقع، رغم أن المشرع يصنع القانون إلا أن التوليف بين القاعدة القانونية والواقع إنما يكون من صنع الفكر القانوني. ثم إن كذلك الفقه يمكن أن يلعب دوره من خلال تمديد نطاق القاعدة القانونية وجعلها قادرة على استيعاب فرضية جزئية جديدة أو غير متوقعة عند إصدار النص القانوني، بمعنى أن الفقه القانوني يمكنها أن يوسع من الحمولة القانونية للقاعدة القانونية عند الاقتضاء بمجهوده الفكري، ويمكنه كذلك عند الاقتضاء أن يقوم بتضييق الحمولة القانونية للقاعدة القانونية. ثم إن مسألة أخرى رغم هذا الحضور التشريعي هذا الحضور المكثف للمشرع، فإن هذا لا ينفي دور الفكر القانوني في تكوين القانون الذي يتألف ليس من القانون الموجود في كل قاعدة قانونية بمفردها، وإنما من القانون الذي يتشكل من التوليف بين مختلف النصوص القانونية. إذن فيمكن أن صياغة قانون ليس فقط ذلك القانون الذي نجده في كل نص قانوني على حدة، وإنما يمكن أن نجده في نصوص قانونية عندما نقوم بالجمع بينها. ومن المعلوم أن القانون الذي يجمع من خلال التركيب بين النصوص القانونية يكون مختلفا أحيانا عن القانون الذي يستفاد من كل نص قانوني على حدة. إن شمولية المشرع لا يمكن أن تنزع من الفقه قدرته على تحديد مدى جودة النص القانوني. إذن الحكم على جودة النص القانوني هذه مسؤولية فقهية، وكذلك الحكم على مدى الحاجة إلى قاعدة قانونية من عدم الحاجة إليها، فإن هذا يبقى من
من اختصاصات الفقه والذي يمكن من خلالها أن يطور القاعدة القانونية سواء من حيث صياغتها الفنية أو كذلك من حيث ضمون هذه القاعدة القانونية. إذا حتى لا أطيل عليكم أصل الآن إلى النقطة الأساسية، هل يمكن للفقه المغربي أن يكون له دور إزاء هذا الحضور الكبير للمشرع وكذلك دخول التشريع إلى مختلف مجال الحياة الاجتماعية؟ أقول بأنه يمكن للفقه أن يقوم بدور أساسي في إعادة صياغة القاعدة القانونية، والأكثر من ذلك يمكن للفقه أن يساهم في التخفيف أو في من حجم القاعدة القانونية التشريعية، ويمكن عن طريق العمل الفقهي أن نوفر أرضية للمشرع لاختزال كثير من النصوص القانونية. وفي الحقيقة هناك حاجة ماسة إلى اختزال كثير من النصوص القانونية، وسوف أكتفي بإعطاء أمثلة على ذلك. فإذا تم تخصيب وإغناء النظرية العامة للالتزام خاصة من زاوية النظرية العامة للالتزام أو حتى العقود الخاصة خاصة من زاوية قانون المنافسة والاستهلاك، فإنه يمكن بطبيعة الحال أن نقوم بتخليل عدد من النصوص القانونية وأن يتم الاستغناء على عدد من النصوص القانونية التي ليست في الحقيقة إلا تطبيقات برؤية مختلفة أو جزئية عن القواعد العامة. إذن فهذه النظرية تحتاج فعلا إلى أن يتم تأهيلها لكي تصبح نظرية عامة للالتزام، وإذا تم تأهيلها فقها لكي تصبح نظرية عامة للالتزام أمكن إداك إقصاء عدد كبير من النصوص القانونية التي لا تعود الحاجة مسة إليها. ثم هناك قانون آخر وهو ما يسمى بالقانون القضاء الخاص أو القانون المصدر. هذا القانون بكل تأكيد هو يحتاج كذلك إلى إعادة تأهيله من أجل أن يشكل فعلا الشريعة العامة للقانون القضائي الخاص. وهناك كثير من الإجراءات والآجال التي يمكن اختزالها طبعا بعد تبريرها فقها من أجل تخفيض هذه وإنقاص من عدد هذه الآجالات وجعل الإلمام بها في إمكان المتلقي للخطاب القانوني سواء كان مواطنا عاديا أو مواطنا قانونيا. وحتى لا أتطول كذلك هذه المسألة فهي ممكنة جدا في القانون الجنائي. إذن فأقول بأن الفقه يمكنه أن يلعب دورا أساسيا في تقليل من التضخم التشريع من كثرة الكلام، وكذلك يمكنه كذلك أن يساهم في إعادة صياغة نظرية عامة بالشكل الذي يؤهلها لأن تساهم في جعل القانون في متناول الجميع من مهتمين وكذلك من مواطنين. إذن هذه هي بعض الأفكار التي أردت أن أشاركها معكم. طبعا لا أريد أن أقدم التفاصيل فهي معروفة كما قال أستاذنا، فهي معروفة لدى العامة ولدى الخاصة، وأكتفي بهذا القدر. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا أستاذ محا، أستاذ كلية حقوق شعبة القانون الخاص بفاس. لي الشرف أنني سجلت في التاريخ أنني حضرت الجلسة في أستاذ كان بالقوة تتعجبكم. شكرا جزيلا أستاذ، ما غاديش نطول لأن طبعا الوقت ما يسمحش ونفاتوا بعض الأمور. غنتقلوا للمداخلة الأخيرة في الجلسة. D'abord, le silence et sa résonance. On voit que le français émerge un petit peu, ça fait plaisir. Ce sera livré par le professeur Mohamed Hegali, professeur au sein de sa honorable faculté. Monsieur le professeur, à vous la parole. Je pense, Seyd Raïs, vous m'avez dit que je suis un peu plus de temps à faire de la parole 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 تعلمت فيها مبادئ القانون وهي كلية الحقوق بفاس، وكلية خبرت فيها خبايا القانون بشكل إجمالي وهي كلية الحقوق بالرباط. وفي هذا الشأن اسمحوا لي كذلك أن أعبر بشكل متجدد ودائم عن شكري وامتناني
وعن تقدير الأستاذ الجليل سيدي العالمي المشيشي الذي أقول له مرة أخرى je suis toujours dans la quête du bon plan et des structures d'analyse. Donc je commencerai mon intervention par dire que nous sommes réunis aujourd'hui durant ces deux jours pour parler du silence et du droit, ou plus clairement pour faire parler le silence du droit, qui est un exercice à haute voltige entremêlant de vastes perspectives d'analyse avec des ramifications qui transcendent toutes les disciplines du droit et qui alimentent la réflexion autour de thématiques connexes. Pour ma part, ma contribution porte sur le droit entre le silence et sa résonance, et je vais appréhender sous l'angle de cette métaphore qui traduit la confrontation entre deux affirmations diamétralement opposées, le silence du droit. Traduisons un simple constat, sachant bien que notre professeur à tous, professeur Lamil Machichi, nous a gratifié d'une genèse globale de la notion de silence de droit et des notions qui s'y rapprochent. Moi, je traduirai le constat de l'absence en tant que silence législateur, et je m'attarderai par la suite pour expliquer le pourquoi. Donc là, ce qui traduit le silence de constat dans un texte juridique laissant place à un vide juridique, puisqu'il n'y a pas d'autre qualification que dire il y a un silence, il y a un vide qu'il convient de combler, ou qui éventuellement sera comblé, ou qui ne sera jamais comblé. D'une part, et la résonance de ce silence qui s'affirme comme étant une épreuve qui relève d'une véritable prouesse juridique pour le juge appelé à traduire ou à dire le silence pour dire le droit dans un contexte dynamique en tranchant un litige. Cette contribution prend alors pour point d'ancrage les dispositions de l'article 2 du Code de procédure civile qui prévoit que le juge ne peut se dispenser de juger, de rendre une décision, mais particulièrement les dispositions de l'article 240 du Code de procédure pénale prévoyant des justices et qui prévoit expressément que tout magistrat ou tout fonctionnaire public investi de tradition juridictionnelle ne peut, qui sous quelque prétexte que ce soit, même le silence. Et donc la loi prévoit elle-même que même dans le silence ou l'obscurité de la loi, il ne peut se présenter ce prétexte pour ne pas juger. Il est appelé à trancher et à trouver une règle qui servira de base pour sa décision, sous peine d'être sanctionné par une amende et également par l'interdiction d'exercice de fonction publique. En partant de cette base juridique, l'analyse a pour point de mire de faire de la perspective d'une appréciation critique de la règle judiciaire, puisqu'on passe là d'une règle expressément prévue par la loi à une règle qui sera forgée au moment de trancher le litige, et systématiquement c'est par le juge. Donc là, la perspective de faire une analyse critique de la règle judiciaire suppléante en quelque sorte à la règle législative expresse. Et l'introduction du professeur Lamil Machichi nous a fait en quelque sorte il a balisé le terrain en parlant de Qaïda Khalfiya. Et donc là, c'est le point de mire, c'est cette analyse critique. Et dans la trajectoire d'analyse, deux principales idées: la genèse du silence du droit d'une part, et la portée de la règle, que j'appellerai communément la règle judiciaire, ça veut dire la solution trouvée par le juge au moment de trancher l'étude en l'absence, en présence du silence du législateur. Donc il s'agit de mettre en perspective cette double relation entre le silence et la loi et sa résonance dans la décision du juge qui présente tout l'effroi qu'elle génère, car n'étant pas de bon aloi avec la sécurité que doit procurer la loi. Mais aussi paradoxal qu'il puisse paraître, il convient de se partir de l'écueil de voir dans le silence de la loi toujours sous l'emprise de l'angle négatif. Le silence de la loi peut présenter des aspects positifs et il peut pallier la défaillance du législateur. Donc ce silence de la loi, d'ailleurs il est reconnu par le législateur lui-même, et qui sanctionne celui qui ne veut pas
faire parler le silence, à savoir le juge, et il est appréhendé par le législateur, donc en le canalisant vers une judiciarisation en investissant le juge de cette tâche. Ce palliatif n'est pas pour autant une panacée et présente plusieurs aspects pervers qu'on va analyser par la suite. Donc deux grands axes rythmeront cette présentation, à savoir que le silence de la loi est une évidence raisonnable. Deuxième aspect, ou deuxième point, c'est que la résonance judiciaire du silence, ça veut dire la règle judiciaire, est un palliatif, mais pas une panacée. Donc, le silence de la loi est une évidence raisonnable. De toute évidence, si on accepte que le texte ou le législateur ou la loi ne peut te prévoir et encadrer, il faut accepter le silence. Et le silence devient une évidence dans la nature même de l'œuvre du législateur. Pourtant, ce silence se présente sous de multiples facettes et les interventions des professeurs dès le départ même de cette séance ont fait état des grandes facettes de ce silence du législateur. Il y a le silence qui a été abordé par notre cher ami et collègue en tant qu'instrument d'une politique législative, ça veut dire que c'est un silence, que le silence de la loi est l'instrument d'une politique législative à travers un choix délibéré, éclairé du législateur. Il sait ce qu'il est en train de faire, il garde le silence. Donc là, en principe, cette instrumentation de silence peut paraître absurde, puisque la loi doit encadrer. Mais s'il garde le silence, ça veut dire qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait un vide ou une absence de règles applicables. Mais le législateur a choisi le silence, qui ne présente pas une lacune législative, mais présente paradoxalement des vertus de souplesse et d'adaptation du droit. Donc on trouve ici, à cet égard, une consécration du doyen François Génie, qui disait que l'usulateur devait laisser des blancs dans les constructions afin de permettre au juge d'adapter ses règles aux situations nouvelles. Éventuellement, la citation prévoit les situations nouvelles, mais défaillant si c'est la situation est actuelle. On peut en déduire systématiquement. Le législateur fait ainsi le choix délibéré de ne pas laisser passer sous silence des sphères d'encadrement pour les remettre à d'autres horizons. Et là, je donnerai deux exemples. Celui du code de la famille, puisque le législateur épuisé de prévoir des règles pour encadrer ce qui n'est pas possible d'encadrer les relations du code de la famille, il arrive à l'article 400, il annonce expressément que voilà, tout ce qui n'est pas prévu ici, je garde le silence sur tout ce qui n'est pas prévu ici, mais je vous renvoie. Il renvoie expressément au rythme analytique et aux conclusions de l'affaire jurisprudentielle. Cherchez les règles ailleurs. Donc la loi garde le silence, mais il renvoie à un cadre d'où on peut puiser la règle, ce qui sera applicable entre les citoyens. Deuxième exemple, c'est celui du cadre juridique régissant les terres des collectivités ethniques. C'est un cadre très récent, à savoir la loi 72-17, et qui, par mesure d'instaurer cette équité entre l'homme et la femme, il a prévu que, et pallier également à l'absence d'un encadrement légal qui faisait que les terres, le lot exploité par le membre de la collectivité ethnique, une fois qu'il décède, c'était systématiquement les pratiques, les coutumes qui s'appliquaient, et systématiquement les femmes étaient exclues. Actuellement, le texte prévoit que, en cas de décès, au fi halat al-wafat, ya'ulu ila zawjihi wa abna'ihi dhukuran wa inatha. Et là, déjà, cette transmission systématique, ça veut dire que finalement, c'est par l'acte de décès que ça passe directement, ou c'est par acte administratif, soit par la collectivité, par les membres, la collectivité des Nouab, Jamaat Nouab, Aoubi Sotat Louisayot. Mais le grand problème, c'est pas à ce niveau, c'est que l'usulateur a gardé le silence sur les côtes pas. Ces personnes-là, comment on va partager? Et j'avais soulevé cette question au moment même de la confection de ce texte, et la réponse de ceux qui étaient agencés les articles de cette loi, c'est qu'il faut laisser
le silence, il faut laisser un silence qui va permettre d'adapter en quelque sorte cette disposition aux coutumes. Parce que si on a, si en l'absence d'une qualification, puisqu'on ne peut pas appliquer les règles de l'héritage, puisqu'il ne s'agit pas d'héritage, les grands-parents, les grands-parents n'héritent pas, ou ils n'auront pas cette part, puisqu'il s'agit de ma'el, ou les etem. Et en conséquence, on ne peut pas appliquer les règles du droit, des règles d'héritage. Est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut faire appliquer les règles du DOC qu'elles sont présumées à égalité? Ça, on l'applique au niveau de l'indivision. Et donc, il y a un flou, et ce flou, il est voulu, et on attend, et on laisse la latitude aux coutumes, même si on a essayé de l'éviter à un moment donné. Il reste le silence qui est l'absence ou la défaillance. Et moi, je prends le silence comme un constat. Le constat d'une défaillance de l'œuvre législative étant une œuvre humaine, il peut être défaillante et en conséquence, on peut passer. On peut passer de manière involontaire, on peut, par inadvertance ou en trompant la vigilance du législateur, le silence peut glisser dans les interstices du texte et faire planer le silence sur un aspect et mettre des niches dans l'endroit. À ce niveau, je citerai deux exemples et qui se rapprochent de mon domaine préféré, à savoir tout ce qui concerne les droits réels. Et en parler, et l'article 316 du Code des droits réels prévoyait que pour le partage définitif, il fallait une inscription. Pour que la réception de l'action en partage, il fallait faire une prénotation. Et à un moment donné, point. Et à un moment donné, on avait tout un débat et tout un problème à qualifier cette prénotation, puisqu'on connaît que les prénotations sur requête, sur ordonnance, et sur titre, sur ordonnance, et sur requête. Et là, on est sur requête. Mais l'ordonnance sur requête, il a un régime particulier, un délai renouvelé, et on était piégé par le silence de la loi. Il a fallu attendre presque 10 ans pour que l'usulateur intervienne et instaure dans un alinéa la règle que finalement, c'est une prénotation spéciale qui, une fois inscrite, il continue de produire ses effets jusqu'à fin du litige. La deuxième question se rapporte au droit de préemption lorsqu'on est dans l'indivision. Et l'article 304 du Code des droits réels prévoit des délais. Et pour les terrains immatriculés, on prévoit un mois si inscription et notification, ou une année s'il y a inscription sans notification. Le grand silence qui s'est abattu sur ce texte-là, en tant que défaillance, c'est que le législateur n'a pas prévu la situation où la personne, par peur de l'exercice, par peur que les autres indivisaires exercent leur droit de préemption, il va s'abstenir d'inscrire son acte. Et en conséquence, le délai reste ouvert et bienvenue l'insécurité juridique et la non-mise à jour des titres fonciers avec toutes les conséquences qui en résultent. Alors que pour les terrains immatriculés, il a prévu que à partir de 4 ans, dès la conclusion de l'acte, automatiquement, il n'y a plus droit de préemption. Il y a également le silence qui s'impose au texte. C'est ce que j'appelle le silence du texte distancié par l'évolution du contexte. En fait, Portalis avait déjà cité que finalement, une fois que le code est prêt, il est plutôt achevé que 1000 questions inattendues viennent s'offrir au magistrat. Et en conséquence, le temps, l'érosion de la règle de droit et en conséquence du texte est inéluctable et consacre une distorsion entre le contexte qui a fait l'objet d'une réglementation et le contexte auquel on n'a jamais réfléchi au moment de l'action. Donc cette interaction continuelle entre le texte et le contexte se profile la relation dialectique entre la loi et le silence. La loi est l'afflux de l'encadrement du silence qui, à peine chassé ou dompté, ressurgit de sorte que le silence saisit la loi et s'instaure au gré de l'évolution du contexte. Donc le séquencement temporel de ce processus silence-loi, loi-silence, donne une longueur d'avance au silence par rapport à la loi, qui explique d'ailleurs toute la dynamique qui doit en résulter concernant le processus législatif. Donc cette interminable quête génère un stress normatif, un besoin de légiférer, qui met sous tension la machine législative pour suivre l'évolution, au risque de retard d'encadrement, peut altérer la qualité du texte juridique et engendrer le silence du législateur là où il ambitionne de le traquer et de l'encadrer. Donc, en s'enfuyant, indomptable,
et quasi inéluctable le silence de la loi hante le rêve des pangérismes, mais n'échappe pas à la vigilance du législateur qui le canalise vers une appréciation judiciaire, peut-être une judiciation, qui fera l'objet de la deuxième partie de cette intervention intitulée « La résonance judiciaire du silence législatif, un palliatif et non une panacée ». Donc le silence de la loi interpelle le juge. Et en quelque sorte, on se pose la question. Comment c'est l'effroi qu'on peut ressentir de se poser la question, notre destin est entre les mains de l'interprétation du juge. Et on se pose l'épineuse question, comment le juge parvient à identifier la règle applicable dans le cadre du silence de la loi. Du silence de la loi, le silence express, ça veut dire qu'il n'y a pas de règle express. Et dans ce cadre, je peux faire l'analyse, la présentation d'un encadrement des contours de l'intervention législative, aussi bien par la séparation du pouvoir, par le contrôle de la Cour de cassation, par l'obligation de motivation. Mais je dirais que l'élaboration est un processus sur lequel on n'a pas de maîtrise. Il n'y a aucun encadrement, il n'y a aucun mode juridique d'adoption et d'édiction en l'absence d'une méthodologie officielle d'interprétation de ses fondements et de sa portée. En l'occurrence, le législateur s'est fié aux techniques de logique d'interprétation qu'on a adoptées dans le raisonnement juridique, l'exégèse, la théologie, l'évolution libre, recherche scientifique, ou le raisonnement a fortiori, a contrario, ou également à Paris. Et en l'occurrence, le juge se trouve maître du choix de la technique et de l'aboutissement de sa réflexion autour de dégager la règle applicable. Le risque, et je vais faire très rapide, le risque c'est que finalement on se retrouve face à une insécurité juridique, puisque face au silence du législateur, il faut attendre. Il faut attendre quoi ? Il faut attendre l'interprétation du juge qui sera faite au moment de trancher le litige. Donc on n'a pas d'appréhension préalable de l'arrêt qui sera appliqué à une relation juridique. Et en l'occurrence, si on n'a pas cette appréhension préalable qui se prête uniquement aux juristes bien avertis, à savoir la connaissance de la jurisprudence, eux-mêmes, cette jurisprudence, elle est fluctuante. D'autant plus que si nous ne sommes censés ignorer la loi, nous, on ne peut pas connaître la jurisprudence. Et si on connaît la jurisprudence elle-même ne s'impose pas, puisqu'il n'y a pas de précédent. Une décision ne peut pas continuer à constituer un précédent. Et en conséquence, on peut s'attendre à avoir un revirement jurisprudentiel au moment de trancher les titres. Ça veut dire que, finalement, le principe même de la non-rétroactivité de la loi, il n'y a pas de non-rétroactivité de la jurisprudence. Et là, on est dans une zone d'insécurité. Et pour clore, je vous prie, Monsieur le Président, de m'excuser de ce... On trouve que finalement, on est tiraillé entre les vertus et les vertus du silence et ses méfaits. De sorte que le citoyen se trouve écartelé entre sa zone de confort, le texte, la règle ex, la règle de droit express, et le risque d'avoir une interprétation judiciaire particulière par la suite. Cependant, on ne peut pas échapper, parce qu'on ne peut pas tout encadrer. Donc là, avant de clore, ce sujet ne peut être clore, c'est pour dire que, à travers ces quelques fragments de lecture, d'autres perspectives, de larges perspectives d'analyse s'offrent aux chercheurs, à savoir le vide juridique, le silence et le vide juridique, deux notions de base, silence, vide juridique, lacune juridique, des perspectives également de la complétude de la loi, le silence et le pouvoir, la jurisprudence en tant que source de droit, elle est toujours mise en cause, la définition de ce que c'est que le droit, ce sont des perspectives qui restent ouvertes à l'analyse par la suite. Et je vous remercie, Monsieur le Président, et je vous remercie. Merci, Monsieur. Je vois que votre intervention est abondante. Cela dit, j'apprécie le fait que vous avez été dans le strict respect du temps que vous avez été imparti. انتهت هذه الجلسة. لكن واش غادي نمشيو لجلسة أخرى ولا غادي نديرو بوز كافي؟ دونك كندعيو الحضور الكرام لجلسة الشاي للاستراحة. ندعيوهم ولا؟